توكل على الله يا دكتور. نبدأ دكتور؟ توكل على الله ابدأ. يلا بسم الله الرحمن الرحيم يا شباب. بادي ذي بادي طبعا أنا رحب بالمنضمين إلينا وكذلك اللي سينضم لاحقا. وأنا والله سعيد وشرفنا أنكم مع هذه الكوكبة من العلماء والقامات والحامة الكبيرة. وهذا شرف كبير لي. وأيضا أنا أشكر الأخ الدكتور أحمد عرفات في المجموعة، متمنين أن تتحول هذه المجموعة من نقطة إلى نهر علمي يساهم بالحركة العلمية العربية ومن ثم العالمية. وحقيقة نحن لدينا مشكلة قديمة وجديدة، هي أن الحركة العلمية العربية قديمة بما ساهمت فيها بالحركة العلمية بالعصور الوسطى. هذه الحركة شباب كانت مجهودات شخصية ذاتية، فالقصد أنه كوندو كان من الرازي إلى علماء كبار في ذلك الوقت، كان كله تقريبا عمل فردي ولم يكن عمل مؤسسي. وإن ظهر طبعا هناك أمير هنا أو ملك هناك يدعم عالما أو يجزل له العطاء، غير أنه لم يتحول إلى عمل مؤسسي. للأسف الشديد أنه حتى وقتنا الحاضر لا تظل هذه المعضلة ما زالت موجودة، وإن بدت مؤسسات علمية لكنها أفرغت وأصبحت غير فعالة، فلم نستطع تفعيل هذه المؤسسات طبعا العلمية لا على مستوى الأقطار العربية ولا بين الجامعات ولا بين المجتمعات ولا حتى داخل الجامعة. تصور أنه داخل الجامعات منفردة ما قدرناش نعمل عمل منظم ولا حتى بين أقسام. والغريب أيضا أنه داخل حتى القسم الواحد ما استطعناش أن نعمل ملائمة بين الأفراد ومشاربهم العلمية المختلفة لخلق وإنتاج معرفة علمية. وأعتقد أنه أحد الأسباب طبعا أنه لم تجد هذه المؤسسات من يدفع لها ويدفع بها إلى الأمام. وهذا الظاهرة أنه كل العلماء العرب سابقا ولاحقا ما يوجدوا مؤسسات تتبناهم. صوروا هذا كله تقريبا بواقع أكثر من 90% لما كنوا كله مجهود ذاتي شخصي. لذلك أتمنى أن هذا العمل اللي تقوموا فيه بنتم الآن أن يتحول إلى قطرة أو أن تحول هذه القطرات إلى نهر علمي كبير. فيما يتعلق بموضوعنا اليوم إن شاء الله، أولا أحب أن أعرف بنفسي. أنا ولي السعيد عبد هبة الله، أخوكم من اليمن، تخصص كيمياء حيوية سريرية. طبعا هذا المصطلح أول ما ظهر في بريطانيا واشتهر في بداية التسعينات في القرن الماضي. والبايو طبعا هو علم، من حيث التعريف هو العلم الذي يهتم، وانتم تعرفوا هذا الكلام، بدراسة التفاعلات والتغيرات الكيميائية اللي تحصل داخل الخلية. لذلك لو حدث خلل في مدخلات أو مخرجات الخلية كيميائيا يحدث الديزيز. لكن متخصصي البايو يعجبهم أن يسموا هذه الظاهرة بظاهرة ما تسمى بالباثولوجي أو الكيمياء المرضية. والبايو حقيقة كعلم هو يستمد قوته من ثلاثة علوم، اللي هو علوم علم الكيمياء، الكيمستري والفيزياء والبيولوجي. طبعا حديثا دخل عليه علم الحاسوب بقوة ونقله إلى الأمام. طبعا شوفوا كان العصر السابع عشر، أنا بس هذه الكلام وأعتقد أنه مهم بالنسبة لي ولكم. في القرن السابع عشر والقرن العشرين، القرن العشرين كان عصر الفيزياء ابتداء من نيوتن وانتهاء بإينشتاين وغيزنبرغ وغيره. لكن هذا القرن دكتور وليد، في زي اهتزاز صغير، لو ممكن تقدر تقلل الصدى عندك بيرفع ولا لا؟ الآن كويس؟ في صدى هيك بسيط جدا، لا أدري من أين، لكن أعتقد إنه الصدى هذا لا أدري من أين. كويس بس بس السلايدات انت ثابت لسه على السلايد الاولى نيو كلاسيفيكيشن صحيح؟ نعم انا عاد لم ابدا يا سيدي الفاضل. تمام عشان فكرت ان تعلق عندك او حاجه. تمام لكن انا لابد ان اقدم شويه، بس في حاجه مقدمه لابد منه. يا شباب ينظر على ان القرن هذا القرن القادم سيكون عصر البايوكيمستري والبيولوجي مدموج به الحاسوب. طبعا علم البايوكيمستري علم كبير جدا ينفجر في علوم كثيره جدا. على سبيل المثال كمية الأبحاث التي تصدر مثلا في فيتامين د فقط تنتج 3000 بحث في العام، يعني تقريبا بمعدل 8.5 بحث يوميا. هذا التطور
تكونت فيه شعبتين. أنا شيء أوضح هذه النقطة، في شعبتين في البايوكيمستري مهمتين. الشعبة الأولى ما لها علاقة بالأمراض، أمراض الخلية وأمراض من اللي تهتم بالجانب السريري على مستوى الأعضاء، يعني نحن لما نشوف أمراض القلب، أمراض الكلى، البرين، الكدني إلى آخره. والعلم الآخر ما نسميه الميثودولوجي. إذن في صنفين من العلوم، الصنف الأول أو القسم الأول ما له علاقة بالأمراض، والصنف الآخر أو الشعبة الأخرى ما لها علاقة في الميثودولوجي وما لها علاقة بالقياسات وصناعة المحاليل وطرق قياس القياسات التكنولوجية والأجهزة والإتومنشنز وغيره. طبعا هذا القسم هو القسم المربح في البايوكيمستري اللي شيء يتخصص طبعا في هذا الجانب المربح، لكن في جانب ما يتعلق في الميتابوليزم والكيميكال باثولوجي هم طبعا ايش يقولوا الناس الفقراء. يعني انا اشتغل على هذا الجانب اللي هو دراسة الامراض. من هذا الجانب بناخذ محاضرتنا اليوم، ان شاء الله نقدر نوفق بما يفتح الله علينا. بس اشتي اذا ممكن من الشباب او من الحضور ورقة وقلم كذا علشان بس فقط نمشي مع بعض. أول شغلة من العنوان هو التصنيف الحديث للسكر وكيف نعمل للسكر هذا predictions تنبؤ. والجزء الأخير من المحاضرة دور السكر مباشرة في إحداث سرطانات في الرحم والثدي. تمام. كعلم طبعا كلمة ديابيتس تعني بالتعني الآتي. ديابيتس طبعا هي كلمة لاتينية تعني بزيادة الأوتبوت أو إنكريز، طبعا في الجانب الطبي إنكريز كمية اليورين. ومليتس معناته حني عسل، لذلك التعريف الدقيق لها ديابيتس مليتس هو زيادة البول المحلى في البول أو زيادة السكر في البول. طبعا بالنسبة للتاريخيا أول من وصف المرض واحد يسمى عالم قديم يسمى ديمريتوس في القرن الأول قبل الميلاد، لكن من أضف كلمة مليتس هو توماس ويلز عام 1675، وهو بريطاني والكلمة أصلا زي ما قلنا لاتينية. طبعا هذه مساهمة العلماء في جانب السكر. على سبيل المثال نحن عربيا ابن سينا كان يصف مرض السكر ويسميه المرض المذيب للحم، لأنه تعرفون أن أصحاب الطيبون يحصل لهم هزال شديد جدا نتيجة لتأكل الأنسجة، ولذلك كان يسميه المرض المذيب للحم. والغريب جدا أنه ابن سينا طبعا كان يعالج بأشياء ما تزال إلى اللحظة زي القرفة والحلبة وغيرها إلى يومنا هذا. لكن لو دخلنا عميقا في موضوعنا اليوم، تعريف السكر، السكر كتعريف هو أول شغلة ما يهمنا احنا ثلاث نقاط فيه. أولا أنه كرونيك ديزيز، هذه مهمة جدا، أنه مزمن ما يجيش بشكل حاد، وهذه النقطة الأساسية ويجب أن تكون كذا في الأذهان. والنقطة الثانية أنه ميتابوليك ديس أوردر أو ميتابوليك ديزيز. النقطة الثالث أنه هذه الظاهرة تحصل يا بنقص بسبب نقص الأنسولين أو بسبب الأكشنز حقه. طبعا أتكلم كثير بالعربي لأنه شفتنا رسائل كثيرة وقبل شوية أنه في مشكلة بالنسبة للغة والناس الدارسين باللغة العربية. الشغلة الثانية أنه الفوارق، بعضهم طرح أنه في فوارق علمية وكذا، فأحاول أتكلم باللغة بسيطة إن شاء الله وباللغة العربية والإنجليزية قدر الاستطاعة. النقطة الثانية السكر، النقطة الأولى أن نحن أنه كرونيك ميتابوليك ديس أوردر بسبب أن الأنسولين يا مش موجود يا أو الأكشنز حقه أيضا ضعيف. النقطة الرابعة المهمة جدا أنه يعمل كومبليكيشنز. هذه الكومبليكيشنز تعمل على مستوى العين، الكلى، النيرف، الهرب. والمشكلة الأكبر أنه الجسم كله أو مرض السكر يسند كل مرضه على البلد فيزلز، فيعمل على مستوى الشرايين الكبيرة أولا وأخيرا، يعمل ظاهرة ما نسميها إحنا بتصلب الشرايين. وهذا يفسر ليش الناس يموتوا دون 40 سنة طبعا أو 50 سنة الآن كشباب المصابين بالسكر. والظاهرة كنا طبعا ما نشوفهاش حتى في 80 رجعتهم للكتب التاريخ الطبي، لم نشاهد هذه الحالات حديثة طبعا الآن تبدأ تظهر. والسبب إنه السكر بالأخير يعمل حاجة اسمها تصلب شرايين، لكن على مستوى الشرايين الصغيرة يعمل حاجة ما نسميه مايكرو أنجوباثيز.
لكن على مستوى وبائيا يكفي ان تعرف انه سيدي الفاضل انه كل 6 ثواني يقضي السكر على شخص. هذه النقطة. النقطة الثانية انه من كل 11 شخص يوجد شخص مصاب بالسكر، يعني من كل 11 يوجد شخص مصاب. اثنين انه من كل، او النقطة اللي بعدها انه من بين كل 2 بالغين مصابين بالسكر بتجد واحد مشخص واحد غير مشخص. النقطة اللي بعدها انه السكر بحسب منظمة الصحة العالمية في 2030 سيكون السبب السابع للوفاة عالميا. النقطة اللي بعدها انه 83 يعني في منطقة الشرق الاوسط متواجدين او مصابين بالسكر، سيتضاعف هذا الرقم خلال 20 عام. طبعا هذا الرقم كبير جدا بالنسبة لقدرات الدول. 12% صوروا من نفقات الصحة العالمية تذهب لمرض السكر، و 60% من أمراض القلب والشرايين والبكر إلى آخره هذه بسبب السكر أو بسبب مرض السكر. النقطة اللي بعدها إنه 1.5 مليون حالة وفاة عن السكر مباشرة، أكثر من 80% طبعا في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل أيضا. يعني عندنا إحنا على مستوى اليمن الحبيب طبعا لا توجد عندنا إحصائيات خالص إلى الإحصائيات الموجودة إلى 2010، كانت الإحصائيات تتكلم من 3 إلى 6%. طبعا الآن عالميا في بعض الدول مثلا الجوار في الخليج العربي نسبة السكر أكثر من 25%، في مصر أيضا 25% تقريبا، في اليمن نسبة الإصابة من 3 إلى 6%، وهذا يحطه إحنا بالترتيب 214. طبعا هذه إحصائيات قديمة، لكن بشغلنا في هذا الجانب وحدسي خاص، وإضافة إلى أنه إحنا بحسب قاعدة أمن كل 11 شخص يوجد شخص، وأمن شخص مشخص يوجد شخص آخر، تقريبا نتكلم يمنيا الآن في اللحظة الحالية عن تقريبا 1.7 مليون إلى 2 مليون، وهذا الرقم طبعا كبير جدا يحتاج لك جيش من الأطباء لمتابعة هذه الحالات. دخول في الموضوع كذا مباشرة classification of diabetes. طبعا الجميع يعرف إنه السكر type 1 و type 2. إذا كنت يا سيدي الفاضل تعرف إن السكر type 1 و type 2 هذا جميل، لكن الآن في إضافات كثيرة لهذا الموضوع. أولا معنا تصنيف قديم، هذا التصنيف 1985، وكان هذا التصنيف يحدد السكر بحسب طريقة المعالجة، ولذلك إحنا سميناه type 1، سمينه انسولين ديبندنت، لكن اللي بيتعالج عن طريق الانسولين سمينه نون انسولين ديبندنت. وايضا التصنيف كان يشمل التصنيف القديم امبايرد جلوكوز تولرنس وسكر الحمل. طبعا في التايب 2 هذا اللي هو نون انسولين ديبندنت، وقلنا انه هؤلاء الناس اوبيس ونون اوبيس، والشخص الثالث ما نسميه موبي واشرحه ملحقا الآن أو طبعا. وهذا طبعا من الحالات التي اكتشفت 64 سنة 1964، لكن هذا التصنيف تغير إلى بحسب الـ WHO 2000 غير التصنيف، أو تغير التصنيف من الاعتماد على طريقة المعالجة إلى طريق إلى أسلوب آخر، وهو أن نعتمد أو اعتمد هذا التصنيف على الأيتولوجي، على أسباب المرض. ولذلك وجدنا الآن لما عدنا التصنيف بحسب الأيتولوجي وجدنا الآتي، إن هذا السكر في تايب 1، وهذا وجدنا أنه أيضا مليون تايب 2، وجدنا أيضا أنه في other specific type، ومع other specific type كذا بناخذ المحاضرة اليوم إن شاء الله. نبدأ بالآتي، وجدنا أنه بحسب المعالجة، وجدنا أنه معنا صنف. الصنف الأول أتمنى أنه طبعا من الشباب لو ممكن بس حتى يكتبوا فقط العناوين فقط، أنا بشرح فيها وهم بس يتابعوا العناوين فقط. أول حاجة في حاجة اسمه نيونيتال دايبيتس مليتس، أو ما نسميه إحنا بسكر حديثي الولادة. وهذا السكر طبعا نادر جدا، سببه أنه مونوجينيك، يعني سببه جيني أي تؤمنون طفرة تحصل، لكن الجين المسؤول عنه مونوجينيتك، يعني سينجي الجين بعكس الأصناف الأخرى. وهذا تحصل في بين حالة كل ما بين 100,000 إلى 500,000، ويحصل إنه الأطفال أقل من 6 أشهر يحصل لهم هذا السكر، ويحصل في مع هؤلاء الأطفال غالبا مشكلة ثانية، إنه قد يحصل له مشكلة إنه حجمه صغير يكون، ممكن يحصل له مشكلة أخرى إنه يخلق عنده مشكلة في القلب في الكلى إلى آخره.
وطريقة العلاج هؤلاء طبعا في ناس يتعالجوا بالأنسولين وناس بالأورال دريكس. للأسف الشديد إنه في هؤلاء وجدنا إنهم مجموعتين. المجموعة الأولى إنها ممكن يحصل لهم شفاء هؤلاء 20%، لكن ممكن يعود المرض السكر في وقت آخر في العمر عند الشباب وعند الكهولة. والنوع الثاني خلاص يظل فيه. إذا أول نوع هو النيونيتل، هذا الأول، وهذا النيونيتل قلنا جينيتيك، هذا أولا. اثنين، إذن هذا النوع أو هذا النيونيتل يحصل له إنه قلنا إحنا سببين أو اثنين. النوع الأول إنه يحصل بعشرين في المئة من الناس، وهؤلاء الناس يعبروا يشفوا لكن قد تظهر لأعراض السكر من جديد. والثاني ما نسميه إحنا بالنوع الذي يظل مع الطفل طوال حياته. النوع الثالث أو الثاني إحنا نسميه البري دايابيتيك. وتعريف البري دايابيتيك هي مرحلة ما قبل السكري، لكن كتعريف نسميه السكر الكامل هو إصابة كاملة باضطراب في الكربوهيدرات ميتابوليزم. وللأسف إنه السكر لا يصل إلى الحدود التشخيصية بحيث إنه نعرف إنه هذا المريض عنده سكر. طبعا معروف إنه السكر الصائم الطبيعي إلى حدود قبل 100 والغير طبيعي فوق 120. ما بين 100 و 120 إحنا نسميه بري دايابيتيك. طبعا هذه المراحل ما توصلش إلى المراحل التشخيصية، ولذلك إحنا نسميه بري دايابيتيك. وعلى فكرة إنه في ناس أحيانا في التايب 2 يجلسوا 9 سنوات إلى 10 سنوات ما يعرفش إنه مصاب، لا يعلم أنه مصاب. وعوامل الخطورة اللي ممكن تكون عند الناس البري دايابيتيك هي الآتي: إنه أولا العمر فوق 40 سنة، ولذلك الناس فوق 40 سنة يجب أن يفحص اوتوماتيكيا للسكر. الشيء الثاني التاريخ العائلي، زيادة الوزن حتى في الأطفال، هذه عوامل للبري دايابيتيك أو عوامل خطورة. الثاني طبيعة الحياة وقلة الحركة، طفل ولد وزنه أكثر من 4 كيلوغرامات، الضغط، تصلب الشرايين، زيادة التريجليسرايد، أو مرض نحن نسميه مرض الشوات الأسود، منطقة سوداء تكون حول الرقبة من الخلف أو بين الأعضاء، منطقة سوداء نحن نسميه الأنجرونز أو الشوات الأسود. وحديثا طبعا يضاف لهؤلاء التدخين والمحليات الصناعية. إذا نستمت الثاني أمام النيوريتلز هو ما نسميه البريدايبيتي. النوع الثاني أو الثالثة من أصناف السكر ما نسميه الطيب 1، والطيب 1 تقريبا يمثل 8 إلى 10%، لكن وجدنا لما دخلنا في هذه المجموعات وجدنا أنه يوجد معنا نوع يكون سببه مناعي، ولذلك سميناه طيب 1A، وهذا يكون autoimmune disease. لكن أيضا بالمقابل طبعا نحن نعرف أنه الطيب 1 هذا يصيب الأطفال أولا أو ناس أيضا قبل 30 سنة، ويكون السبب يا مناعي يا غير مناعي. طبعا الأعراض معروفة أنه الطفل هذا يكون يشرب ماء كثير، يتبول كثير إلى آخره. العلاج الأوحد في هذه الحالة هو طبعا الأنسولين. لكن كتصنيف إحنا الآن نتكلم عن تصنيف، إنه الطيب 1 هذا وجدنا أنه يتقسم أو ينقسم إلى نوعين، طيب 1A وهذا أميون، والنوع الثاني ما نسميه تايب بي 1 وهذا يكون ايدوبيثيس. اذا الفرق بين النوعين هو موضوع الايتوأميون، ان التايب بي 1 هذا ما هوش ايتوأميون خالص. النوع الثاني من انواع السكر او المرحله او الرقم 4 ما نسميه احنا تايب 2 دايابيتس ريزيستنس، وهذا يمثل 80% تقريبا من الحالات، وهذا عاده يكون اوبيس او نون اوبيس او الى اخره. وجدنا أيضا الحاجات الغريبة جدا إنه ما بين الطيب 1 والطيب 2 وجدنا صفات مشتركة لحالات جديدة، إنه في ناس تصاب بالسكر يكون من حيث العمر. طبعا الطيب 2 إحنا متفقين الآن يصيب الكبار، وطيب 1 يصيب الصغار. وجدنا ناس، الآن التصنيف اللي بعده أو النقطة اللي بعدها، إنه ناس يكون من حيث العمر هو طيب 2 عمره كبير، لكن من حيث الإصابة مشبه الطيب 1 ايتوأميون، ولذلك هو ما بين التايب 2 والتايب 1، لذلك كان نسميه احنا تايب 1.5 او اسمه العلمي اصلا لادا، اللي هو ايتوأميون دايابيتيك اوف ادلت، يعني يسمى ما نسميه احنا سكر مناعي تاخر بالظهور، نسميه سكر مناعي تاخر في الظهور.
هذا مرض السكري واحد ونص طبعا قلنا انه يشترك ما بين التايب 2 كعمر وبالتايب 1 كانه اي تو اميون. طبعا هذا انه يمشي ببطء. الناس اللي يصابوا فيه عاده اهو يكون ما بين 35 و 45 سنه. طبعا التايب 2 هنا في طرف السهم 40 سنه والتايب 1 اقل من 20 سنه. اللاجة تكون في المنتصف. هذا واحد يصاب فيه تقريبا قلنا 10%. هؤلاء الناس 15 إلى 30% من الأشخاص المصابين بتايب 2، صوروا من 15 إلى 30% من المصابين في التايب 2 تمام قد يكونوا مصابين بالنوع واحد ونص أو بلادة. هؤلاء الناس يكون عندهم البودي ماس إندكس ناقص، يعني مش سمان خالص. علاجهم لأنه يتأمرون بالأنسولين، ولذلك يخطأ كثير من الأطباء إنه يعالجوا اللادة طالما قال لك شخص كبير وطلع عنده سكر هو يعتقد إنه تايب 2 بينما هو لادة، ويبدأ يعالجه طبعا بالعلاجات الحبوب اللي نسمى أورالز سلفونير يوريا. طبعا هذه العلاجات تخفض السكر لكن يحصل تدهور شديد جدا لخلايا بيتا بسرعة شديدة جدا بما وعليه نفقد كمية كبيرة من البيتا سيلز، وبالتالي يتحول على طول المريض للعلاج بالأنسولين. ولذلك علشان نفرق ما بين إنه هذا النوع هل هو تايب 2 أو لادة، طبعا إنه لادة قلنا أيتوأميون الفحص سهل جدا إنه نعمل فحص للأيتوأميون. طبعا الفحص المحبذ في هذا الجانب نسميه جادة جلوكتاميك أسيد ديكربوكسيليز أو جادة 65. النقطة الثانية لأن الشيء أقول إنه بالنسبة للادة أول شغلة إنه يحصل تلف للبنكرياس قد تكون في الصورة سبب أجسام مضادة، إنه قد يكون في عوامل وراثية أو تاريخ عائلي تمام. التشخيص نشخصه بالجادة. العلاج هو طبعا بالأنسولين وإن كان يستفيد طبعا من الحبوب، لكن نحن لأنه يحصل تدهور بعد 6 أشهر فنبدأ بالأنسولين علشان نحافظ على الكمية الباقية من البيتاتيل. طبعا المضاعفات كمضاعفات أي سكر ممكن يحصل في هذه الحالة، تلف لعصب العين، الإحساس يقل، اضطرابات الرؤية ممكن يحصل لهم هذم كوما إلى آخره. النقطة التصريف ما أدري السادس نحن ما نسميه إحنا باللادة. دكتور أنت معايا؟ صحيح صحيح يا دكتور وليد صحيح. صح ما زلت معايا الآن؟ صحيح معك أنا. أوكي. النوع السادس هنا نحن ما نسميه لادة أو ماضي ماضي، وهذا عكس اللادة زي ما قلنا إحنا اللادة أولاً. إن من حيث العمر كبير ومن حيث الإصابة يشبه التايب 2. اللادة العكس، من حيث الإصابة من حيث العمر يكون صغار، هؤلاء الناس يكونوا صغار السن، ومن حيث الإصابة يكونوا مصابين بسكر من النوع الثاني. طبعا هذا سببه برضو جينيتك، وطبعا يكون لون جينيتك، وهذا مرض نادر يحصل من 2 إلى 5% ويحصل دمار في البيتا سيل فانكشنز. وللأسف الشديد إنه اللادة طبعاً يوجد منه أكثر من 11 صنف. طبعاً هذه اللادة أول شغلة إنه كنا السبب جيني، الشغلة الثانية إنه ينتقل بين الأبناء ويمشي في العائلات من الآباء للأبناء للأحفاد إلى آخره. الميزة اللي في هؤلاء إنه مش شرط إنه يتعالجوا هؤلاء الناس بالأنسولين، ممكن يتعالجوا فقط بالرياضة بالأكل إلى آخره. احيانا نجد مشاكل في هؤلاء الناس، ممكن يحصل لهم سيستيك فيبروسيس او سيستيك يحصل لهم في الكدني، ممكن يحصل لهم مشاكل في الجهاز التناسلي، ممكن عندهم مشكله في السمع. النقطه الثانيه انه فحوصات الايتوأميون سلبيه، قد يكون موجود اكيد تاريخ مرضي في هذه الاسر. الفحص الاوحد في بولا انه طبعا طالما هو جين اذا الفحص هو جينيتيك تيست تمام. أنواعه الآتي. أول نوع نحن ما نسميه مودي 1، وهذا يحصل مشكلة في الهيباتوسايتس نيوكلر ترانسكريبشن فاكتورز. يعني يكفينا إنه لو الناس فقط تحفظ الأسماء هذه هو كافي. في المودي هذه المشكلة في إفراز الأنسولين مقابل السكر، إن السكر يزيد لكن الأنسولين ما يخرجش.
تمام. وغالبا علاج المودي هذا بتصور انه بالصرف المائي للنوريا. الفحص الثاني اللي نحن نسميه مودي 2 او النوع الثاني، وهذا يحصل مشكله في السيمبتومز حق السكر، انه الانسولين يكون موجود لكن ما فيش استجابه للسكر بشكل عالي. وهؤلاء الناس غالبا ما يتعلقوا فقط بالرياضه او بالحميه. النوع الثالث احنا ما نسميه مودي 3، وهذا اكثر انتشارا ويكون في نقص الانسولين بشكل كبير، ويتعالج طبعا ايضا بالاقراص. النوع الرابع طبعا مودي 4، وهذا يتعالج ايضا سواء بالاقراص او اذا كان شديد جدا نعالجه بالانسولين. النوع الخامس من السكر او مرحله المودي نحن نسميه مودي 5، وهذا قد مع المريض يوجد مشاكل كبيره جدا في الوظائف الكبد والكلى وفي الجهاز التناسلي. هذو الثلاث الأجهزة تتأثر في هذا الموضوع، ويتعالج طبعا هذا بالأنسولين. النوع الآخر اللي هو مودي 6 ومودي 7، والنوع الآخر إنه يحصل مشكلة في الـ ATPs أو يحصل مشكلة في الميتوكوندريا DNA. طبعا هذو أقسام لدى أكثر من 11 قسم. طبعا إحنا الآن بس لو قلنا من جديد، إحنا قلنا أولا إحنا معانا إنه قلنا فينوميتال، ومعنا بريديابيتيك، ومعنا تايب 1، ومعنا تايب 2، ومعنا تايب 1.5، ومعنا مودي الآن اللي هم 11 سنة. اليوم اللي بعده رقم 7 اللي هو جينيتك ديفكت الأنسولين أكشن، إنه يحصل مشكلة وهذا جينيتك أيضا في الأنسولين أكشن. صنف هذا النوع من السكر كالآتي، إنه في تايب 1 أو تايب A أنسولين ريسيستنس، نحن نسميه تايب A أنسولين ريسيستنس. وهذا النوع من التايب 1 انسولين ريسيستنس نحن نشرح بس تبعا الانسولين ريسيستنس اخرها شويه تبعا، او يحصل حاجه مرض جديد او نوع صنف جديد نسميه تايب بي انسولين ريسيستنس، او امراض سيندرومز اخطرهم على الاطلاق ما نسميه ويلفرام سيندرومز. وهذا مرض خسيس وهو مرض وراثي يتسبب فيه انه يحصل سكري ويحصل ضمور بصري ويحصل صمم، وأعراضه أنه يحصل مشاكل على جميع الأجهزة تقريبا فيه. والسبب طبعا فيه أنه جينيتكس أو سبب سكري. إذا هذا الصنف رقم 7 من التصنيف السكري. التصنيف اللي بعده طبعا ما نسميه إحنا تايب 3 أو نحن نسميه الزهايمر ديزيز، وهذا النوع يصيب كبار السن، ولذلك إحنا نسميه سكر الكهولة. طبعا هذا المصطلح في بعض الناس علميا ما يقبلوش برا بشكل كبير، لكن المهم في هذا الموضوع انه هؤلاء الناس او اصحاب التايب 2 عموما وكانوا كبار السن، هناك نسبه من 30-65% ممكن ان يصاب بالزهايمر او نوع اخر او اي انواع الخرف. تمام. والمشكله اللي فيه ايضا انه النساء المصابات اي نعم دكتور وليد معلش سامحني سامحني بشد على الانقطاع، بس حابب انه انوه يعني اني ارحب في المحاضره بالدكتور العلامه الرائع احمد طبش بيحضر معانا وحابب يتعرف عليك، كان انت والبروفيسوره سلوى اللي يعطينا دوره بنك الدم المتخصصه، يعني دوره متخصصه جدا في بنك الدم. مرحبا بالشرف. هو بيحضر معانا وحابب يتعرف عليكم. الله يبارك فيكم انت والدكتور سلوى. للشرف. تمام. معنا دكتور احمد. معاكم. كيف حالك دكتور وليد؟ كيف اخباركم؟ ان شاء الله كويسين يا رب. يا هلا بالبروف. هلا شكرا جزيلا لك. شكرا. الله ان شاء الله يا رب هيك نشوفكم دائما على خير ودائما متالقين ان شاء الله يا رب في كل المجالات. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. ومعنا دكتور سلوى. دكتور احمد كمان. والدكتور سلوى اهلا وسهلا بك من فلسطين. حياكم الله دكتور احمد، سمعنا عنك الكثير والكل بيشكر فيك، ربنا يزيدك من علمه باذن الله. وحابين نتعرف عليك كمان احنا. حياكم الله في المحاضره، ربنا يعطيك العافيه. الله يبارك فيك دكتوره. حياك الله. الله يبارك يا رب العالمين. توكل على دكتور وليد. شكرا جزيلا. بس للتذكير احنا الان في النقطه رقم 8 او التصنيف الثامن من السكر. احنا صنفنا السكر الان قلنا السكر ما عندهوش تايب 1 ولا تايب 2. طبعا السكر الان يتعدى 70 صنف. طبعا للمفاجاه طبعا احنا صنفناه الاول، قلنا اول مرحله هو النيونيتلز، وهذا يوجد منه نوعين
نوع ممكن يظل مع المريض ونوع لا، 20% من هؤلاء المرضى أو الأطفال اللي عمرهم 6 أشهر يظل السكر فيهم، وهؤلاء الناس اللي خلاص يعدي منهم السكر قد يعود في فترات في مراحل متقدمة من العمر. النقطة الثانية قلنا البري دايبيتيك. النوع الثالث نحن تايب 1 قسمناه إلى تايب 1A وهذا أميون، والتايب 1B قلنا هذا ما هوش أميون. والنوع الثالث قلنا يحمل الصفات ما بين التايب 2 والتايب 1 إنه يكون عمر المريض كبير لكنه من حيث الإصابة هو يصاب بالتايب 1 وهو أي تؤميون، لذلك سميناه لادا ليت أي تؤميون. ألو معايا شباب؟ ألو معايا صح؟ هذا النوع نسميه لادا. النوع الثالث نحن سميناه تايب 2 انسولين ريسيستنس، قلنا هذا انواع اوبيس ومن اوبيس الى اخره. النوع اللي بعده احنا سميناه مودي، وقلنا المودي هذا خليط ايضا ما بين التايب 2 والتايب 1، وقلنا انه في المودي هؤلاء انه يوجد منه اكثر من 12 صنف. تمام. النوع اللي بعديه احنا نسميه تايب 3 اللي هو الزهايمر ديزيز، وسميناه هذا تايب 3 الزهايمر، او سميناه ايضا سميناه سكر الكهولة، ويصيب الناس الكبارة. ومشكلة الناس انه اصحاب التايب 2 كبيري السن من 30 الى 65 هذه نسبة كبيرة قد يصابوا بالزهايمر او اي نوع من انواع الخرف. النقطة الثانية انه النساء للاسف الشديد المصابات بالتايب 2 اكثر عرضة للاصابة بالتايب 3 او الزهايمر. اسباب وعوامل الخطورة للتايب 3 او الزهايمر ديزيز انه ممكن اذا كان في تاريخ عائلي في اسرة سيئة السمعة للسكر للأسف الشديد عوامل الزهايمر ديزيز تظهر أكثر. النقطة الثالثة إذا كان في ضغط أو إذا كان في زيادة في الوزن أو السمنة، أو إذا كانت نساء عندهم كان سابقا بوليسيستيك أوفري. من الأشياء الحديثة إنه أيضا الأمراض المزمنة مثل الاكتئاب ممكن تكون مشكلة في إحداث التايب 3. أواصل؟ طبعا دكتور، طبعا براحتك احنا معك للصبح. اوكي طيب. اللي يسبب المشكله هذه في الخلايا الدماغيه انه يحصل ريسيستنس في الانسولين ريسيستنس على مستوى البريم، وفي بروتين اسمه اموليد او بيتا اموليد او بروتين يسمى تاو، بروتين تاو. البروتين هذا يعمل مشكله في التشابك العصبي داخل الخلايا وخارجها، وهذا موضوع في فرع في الكيمياء اللي يسمونه كيمياء البرين، ولنا ان شاء الله محاضره كده مستقله فيه. بروتين تاو هذا يعمل تقليل في التوصيل العصبي وخروج المعلومات، يؤدي بالمريض الى الزهايمر. اذا التاو هذا بروتين تاو ينشا مع موضوع الانسولين ريزيستنس في الدماغ. النقطه اللي بعدها السكر اللي بعديه رقم 9 أو التصنيف منه ما نسميه بارتل دايبيتس. وبارتل السكر المتقلب، له أكثر من اسم في الترجمة العربية بحسب المراجع الترجمة. نسميه إحنا سكر الهش أو السكر الغير مستقر، أو نسميه السكر المتقلب. وهذا يتأرجح في السكر صعودا وانخفاضا بشكل، تحصل المريض حق السكر يعدي 400 وكذا فترة ينزل أقل من 50. وهذا طبعا حالة مرضية نادرة تحصل في أصحاب التايب 1. إذا أول صفة في السكر الهش إنه السكر يرتفع وينخفض بشكل شديد. اثنين يحصل نادر ويحصل في التايب 1 تقريبا، هذا يحصل إحصائيا إنه 3 من كل 1000 يحصل لهم البارتل دايبيتس. السبب طبعا غير معروف الآن، إلى حد الآن غير معروف طبعا. وهذا طبعا فرصة للناس اللي يشتغلوا في السكر، هذه واحدة من النقاط اللي يبحثوا فيها الناس. يحصل في الناس ما بين 20 و30 سنة. الناس اللي هؤلاء طبعا تحصل لهم مشاكل كبيرة جدا. أولا السكر ما ينضبطش عندهم خالص، يظل مرتفع منخفض، ولذلك تجد الناس يحتاج إلى دخول المستشفى في السنة أكثر من 4 إلى 5 إلى 6 مرات، ما يقدرش يضبطه في البيت فيضطر يدخل إلى المستشفى. طبعا هذه تخلي الناس في حالة قلق واكتئاب تؤثر على قدرتهم في العيش والحياة، فلذلك هؤلاء الناس تحصلهم حالات نفسية مصاحبة. إذا من جديد البارتل دايبيسيس نسميه السكر الهش،
هذا المرض نادر جدا، يحصل 3 في كل 1000، يصيب اصحاب الطيب 1. وللاسف الشديد قلنا هؤلاء الناس يحصل لهم، يحتاجوا الى دخول المستشفى اكثر من مره في السنه في الشهر حتى لضبط السكر، وهي حاله متعبه جدا قد توصل بالمريض الى حاله مرضيه نفسيه، يعني الى حاله الاكتئاب. اسباب السكر الهش طبعا من حيث الاسباب قلنا احنا لا يوجد سبب واضح جدا، لكن ما اشار اليه انه عند هؤلاء الناس وجد أو لاحظ إنه مثلاً زي مرض السيلياك، وهو طبعاً هذا مرض مناعي يصيب الأمعاء، ممكن يحصل لهم بارتل ديبيتس. الناس اللي يتناولوا الكحول وهم في سن صغيرة ما بين 20 و30 ممكن يحصل لهم البارتل ديبيتس، أو الناس اللي عندهم اضطراب الشهية، أو أيضاً مرض يسموه نحن خزل المعدة أو جاستروبريسيس، هذه من مضاعفات السكر. وهذا يحصل للمريض انه تقيؤ شديد ويحصل له بومتنج الى اخره، قد يصاب بهذه الحاله. وجد ايضا انه الناس اللي عندهم قصور في الغده الدرقيه والكظريه يصابوا بمرحله البارتل ديبيتس. الناس اللي عندهم ايضا مشاكل امتصاص غذائيه في الطعام ممكن يحصل لهم. وللاسف الشديد هذول ايضا نحن قلنا مشكلتهم اضافه الى المرض يحصل لهم توتر وقلق واكتئاب الى اخره. الأعراض طبعاً أول عرض خطير في هذا المرض إنه تغير مفاجئ في السكر، مرة مرتفع مرة منخفض. طبعاً إذا انخفض أعطى أعراض اللي هو أعراض النقص السكري اللي هو الدوار، الإنهاك، الارتياف، تسارع دقات القلب إلى آخره. وإذا كان طبعاً كان السكر عنده مرتفع قد يحصل له طبعاً رؤية ضبابية، قد يصل إلى مرحلة الغيبوبة اللي هي ما نسميه ديابيتيك كيتوأسيتوزيس. تمام. طبعا من حيث التشخيص كيف تشخص هذه الحالات البارتل؟ هذه طبعا يشخص بحسب الارتفاع طبعا والانخفاض، يعني حالة سريرية. وطبعا فحوصاتي طبعا السكر ما بين الانخفاض الشديد والارتفاع الشديد. العلاج طبعا يجب ان احنا نراقب السكر بشكل كبير جدا، يظلوا تحت المراقبة ضم الكنترول. طبعا افضل علاج لهم انه يحطوا لهم هذا مضخة انسولين او زراعة لجزر الليندر هانز، يعني طبعا هذا غير متاح في اكثر من الدول. تمام. هذا طبعا ما يخص البارتل ديبيتس. النوع العاشر اللي بعدين احنا نسميه دبل ديبيتس، ودبل طبعا من الاسم انه هذا تركبت عليه حالتين، يعني هذا انه يكون المريض من النوع الاول لكن حصل له مقاومه انسولين. طبعا احنا نعرف انه اصحاب التايب 1 ما عندهمش مقاومه انسولين، فمن كان نجت هذه المقاومة الأنسولين عند أصحاب الطيب 1؟ اللي يحصل الآتي، ونحن بنشرح تبعا بس شوية كذا ونشرح الأنسولين ريسيستنس. هؤلاء أصحاب الدبل دايبيتس إنه هذم ناس خليط، يكون طبعا هو من النوع الأول إصابة، نتيجة لأخذ الأنسولين المستمر في جسمه خلال فترة طويلة يحصل له انسولين ريسيستنس. ولذلك هؤلاء الناس تحس انهم او من وقت الى اخر يزيد عندهم احتياجهم للانسولين. اليوم ياخذ 10 وحدات، بكره 20، بعد سنه ياخذ، او بعد 6 اشهر ياخذ 25 وهكذا. هذا ما نحن نسميه الدبل دايبيتس. هؤلاء الناس اذا لم يتعالجوا طبعا مع مرور الوقت تحصل لهم طبعا المضاعفات الموجوده كاي حاله سكر. لكن عوامل الخطوره في ان الناس قد يحصل لهم دبل دايبيتس انه هؤلاء الناس اذا كان في ايضا قصه وراثيه او التاريخ العائلي موجود عندهم، او هؤلاء الناس ايضا عندهم تناول او زياده في تناول اطعمه عاليه الكربوهيدرات، وهذا طبعا من ابرز زياده مقاومه الانسولين. العلاج طبعا اول شغله طبعا في هذه الحاله انه ضروري تناول الانسولين. 2 انه نكافح مقاومه الانسولين بان احنا ننقص وزن هؤلاء الناس، بانه نعيدهم الى نمط حياه جميله. النوع الثالث انه تناول اطعمه تكون ناقصه المحتوى من الكربوهيدرات، تعتمد على الالياف. طبعا ممارسه التمارين الرياضيه دي مهم جدا. كعلاج طبعا نضيف احنا جنب الانسولين نضيف ما يسمى بالميتوفورمين، والميتوفورمين طبعا علاج معروف، ونحن ما نسميش علاج بالسكري، علاج مساعد للسكري. الميتوفورمين هو يزيد من حساسية الريسبتورز فقط، ويزيد من حساسية الانسولين، وينقص الوزن، وتغيير نمط الحياة. طبعا الى الان عالميا ما فيش اتفاق على افضل نهج لمعالجة الدبل دايبيتس.
النوع اللي بعده اللي نطلع عليه نحن ما نسميه سكندر أو سكندري ديابيتس أو ما له علاقة بالدرجز انديوزد، طبعا ما له علاقة بالعلاجات، وهذا طبعا التقسيم الحادي عشر للسكر. إذن يا شباب كده احنا الآن وصلنا للنقطة رقم 11. إذن احنا صنفنا السكر من جديد نيونيتال قسمناه نوعين، وبري ديابيتك اثنين، وقلنا تايب 1 وقسمناه إلى نوعين تايب 1A وتايب 1B، وقلنا هذا مناعي وهذا غير مناعي، وقلنا تايب 2 وقلنا ما بينهما اللادع، وبعدين قلنا المودي، والمودي طبعا هذا اللي هو سكر المراهقين ويبدو من 11 سنة. وبعدين قلنا في حاجة جينيتك ديفكت انسولين ريسيستنس، هذا أنواع كثيرة جدا، أشهرهم تايب A انسولين ريسيستنس وتايب B انسولين ريسيستنس. وبعدين قلنا أهو رقم 8 اللي هو الزهايمر ديابيتك ديزيز، وقلنا بعدين البارتل ديابيتس اللي هو السكر الهاش، وبعدين دخلنا على الدبل ديابيتس، والآن ندخل إلى صنف جديد إحنا سميناه كذا سكر المرتبط بالعلاج الدراج انديوز ديابيتس. طبعا من الاسم يا شباب كذا إنه العلاجات علاجات عملت أو أدت إلى ظهور السكر، فهذه في أنواع كثيرة جدا، في علاجات تقلل إفراز الأنسولين، هذا واحد قد يكون العلاج هذا نقص إفراز الأنسولين، أو ممكن علاج لا ما ينقص إخراج الأنسولين ولكن ممكن يزيد إخراج الكبد بالسكر، هذه حالة ثانية، أو في علاجات تزيد من حساسية الأنسولين، علاجات تزيد من الأنسولين ريسيستنس، أو علاجات مضطر المريض أن يأخذها لفترات طويلة تسبب السكر مثل الكورتيزول. طبعا أشهر هذه العلاجات على الإطلاق اللي تؤدي بالسكر أولا علاجات الكورتيزول وعلاجات الـ HIV، ويضاف إليهم مضادات الاكتئاب والأمراض النفسية وحبوب منع الحمل ومثبطات المناعة، هذه كلها إلى كل هؤلاء العلاجات تعمل ما يسمون سكر مرتبط بالأدوية. طبعا العلاج معروف إنه أول نقطة في هذا الاتجاه إيش نفعل إذا في إمكانية إنه نوقف الأدوية إذا كان في إمكانية ذلك، ولكن أحيانا في علاجات زي الكورتيزول أو أخرى أو المثبطات المناعية يضطر المريض يأخذها بشكل دائم، وبالتالي نضطر إنه بجانب الأشياء هذه نعطي ما ينقص السكر، لكن أحيانا زي حبوب منع الحمل إلى آخره ممكن استخدام وسائل أخرى. تصنيف اللي بعديه ما نسميه هنا بسكر الحمل جيستيشن ديابيتس، وسكر الحمل للأسف الشديد هو طبعا قد يكون أخطر هؤلاء السكر على الإطلاق، نتيجة لأنه مضاعفاته تصيب شخصين في وقت واحد اللي هو الأم والجنين. سكر الحمل طبعا يبدأ الظهور فيه مع الأسبوع 25 يعني في الشهر الثالث، وسببه أنه ترتفع الهرمونات في هذا الوقت، هرمونات السيدة البروجسترون والاستروجين، الغرض منه أنه توفر كمية من السكر للطفل، فهؤلاء الهرمونات تعمل ما يسمى بالأنسولين ريسيستنس، لكن أحيانا تزيد الحالة بشدة فيحصل زيادة في السكر. طبعا السيدات أو النساء اللي يعانين من زيادة الوزن أو أيضا عندهم سكري في حمل سابق أو تاريخ مرضي تمام، أو تلد طفل وزنه مرة من المرات أكثر من 4 كيلوغرامات أكثر عرضة للإصابة بسكر الحمل. إذن أول شيء سببه من حيث السبب هو نتيجة للتأثير الهرموني، اثنين إنه النساء اللي زائدات وزن وفي حمل سابق حصل فيه سكر أو تاريخ مرضي أو تلد طفل وزنه 4 كيلوغرامات وما فوق، هؤلاء النسوة يكونون أكثر عرضة لحصول سكر الحمل. لكن الجميل فيه أنه بعض هؤلاء النسوة أنه السكر يختفي من نفسه بعد الولادة بساعات، تختفي حالة السكر، لكن في بعض النساء يظل السكر موجود فيه، ويبقى ما نسميه بالسكر المصاحب. إذا سكر الحمل زي ما قلنا سببه هرموني في الشهر الثالث، النساء اللي وزنهم زائد تاريخ مرضي إلى آخره وطفل أكثر من 4 كيلوغرامات تكون أكثر عرضة لإصابة سكر الحمل. ميزته أنه ممكن يكون مؤقت يختفي تلقائيا بعد الولادة، طبعا لا يشترط أنه كل النساء يمرين بهذه الشغلة.
الخطورة فقط إنه ممكن تحصل على الجنين أولاً وعلى الأم أيضاً. على الجنين ممكن يحصل صعوبة في التنفس، الطفل هذا ممكن يزيد وزنه كثير، يحصل ولادة مبكرة ممكن، احتمال إصابة الطفل بالسكري. وعلى مستوى الأم طبعاً يحصل حاجة أخطرهم، التسمم الحم، وقد تنتقل من حالة سكر الحم إلى تايب 2. لكن للأسف الشديد إنه هذا التصنيف يوجد من سكر الحم صنف فيه أكثر من 12 صنف في سكر الحم. هذا التصنيف يعتمد على الآتي. طبعا هذا التصنيف أقيمت أو صنفته عالمة أمريكية تسمى بارسليلا وايت. طبعا صنف سكر الحم بحسب طبعا التصنيف سريري، ها، جزء منه سريري وجزء منه يعتمد على الجانب المخبري. أولا إذا كان هؤلاء النسوة كان الفاستنج حقها نورمال، بس البوست بورنديال بعد ساعتين مرتفع، سميني هذه الحالة سكر حمل من النوع تايب A1، هذا النوع الأول. النوع الثاني إذا كان الفاستنج مرتفع والبوست بورنديال مرتفع سميناه سكر حمل لكن تايب A2. النوع اللي بعده إذا كان هذه فترة الإصابة لها 20 سنة ومصاحبة للسكر أكثر من 10 سنوات فهذا سميناه تايب B. النوع اللي بعده إذا كان هذه الإصابة ما بين أصيبت وعمرها ما بين 10 إلى 19 سنة وحاملة أيضا للسكر ما بين 10 إلى 19 سنة سميناه تايب C. إذا من جديد تايب A1 هذا يكون الفاستنج طبيعي والبوست بورنديال مرتفع. التايب A2 يكون الفاستنج مرتفع والبوست بورنديال ايضا مرتفع. التايب بي من سكر الحم انه هؤلاء المرضى تكون عمرها 20 سنة وفترة الإصابة اقل من 10 سنوات. التايب سي انه عمر الفتاة هذه ما بين 10 ل 19 سنة تمام، والسكر المصاحب لها كان ما بين 10 ل 19 سنة. النوع الثالث اذا كان لا هذه الطفلة اصيبت كانت طفلة واصيبت عند عمر 10 سنوات لكن السكر الآن مصاحب لها 20 سنة فهذا النوع نسميه تايب 2 دي. النوع الثالث إذا حصل مشكلة في نحن نسميه تكيس على البيرفكت نسميه هذا تايب E. يعني تايب E هذا سكر صريح في امرأة أيضا عندها مشكلة في الحوض، أو تايب F إنه سكر صريح مع نيفروباثيز، والتايب اللي بعدين نسميه تايب R سكر صريح مع ريتموباثيز انه حاصل سكر مع مشكله في الشبكيه. النوع اللي بعديه انه حاصل مشكله عصبيه او نيفروباثيز عفوا وريتموباثيز وسكر صريح. النوع اللي بعديه نسميه تايب T وهذا يكون سكر صريح مع حصول زراعه كلى سابقه. التايب H نسميه اسكيميك هارت ديزيز. لذلك كذا الآن إنه سكر الحمل ليس صنفاً واحداً ويوجد منه أكثر من 11 صنف وهذا ما يخص طبعاً الآن سكر الحمل. إذا من جديد يا شباب كذا إحنا الآن الآن صنفنا السكر إلى أكثر من 12 صنف أساسي، تحت كل صنف تقريباً المودي تحت 11 صنف، سكر الحمل أهو تحته أكثر من أيضاً موجود 11 صنف. التصنيف اللي بعده أو النوع اللي بعده نحن ما نسميه سكري النوع الثالث، وهذا النوع من السكري يكون يا شباب فيه الآتي إنه إكسوكراين بنكرياتيك ديفكت. هؤلاء الناس يكون السكر عندهم أو ما فيش عنده أي مشكلة ميتابوليك أو إلى آخره، لكن هؤلاء الناس يحصل مشكلة للبنكرياس بأن يحصل له بنكرياتيس كورونيك ديزيز على البنكرياس، فهؤلاء الناس يصابوا بالسكر لشغل خارج عن الميتابوليك ديس اوردر في التعريف الاول اللي عرفناه احنا. اذا هذه الحاله اللي هو اكسوكراينز من حالات السكر تصيب البنكرياس غالبا تقريبا بواقع أكثر من 90% في هذه الحالات تكون الإصابة حاصلة للبنكرياس تمام. من أشهر هؤلاء من أشهر الأمراض التي ممكن تصيب البنكرياس إنه يحصل أول شيء يحصل
التهاب مزمن في البنكرياس، او احيانا نستأصل البنكرياس، او يحصل مرض شهير سيستيك فيبروزيس. تعرف انتم بالسيستيك فيبروزيس يصيب الرئه، هذا السيستيك فيبروزيس ينتج ميكوزا. الميكوزا هذه قد تعمل ديفكت او تعمل سد لقنوات البنكرياس، وبالتالي ما يحصلش انتاج للانسولين. هذا النوع نحن نسميه اوكسوكاين. من اشهرهم ايضا غير السيستيك فيبروزيس من نسميه احنا هوموكروموتوزيس، وهوموكروموتوزيس يعني زياده الحديد. اذا زاد الحديد في الجسم ظاهره غريبه جدا، ان اولا يترسب على الكبد يؤدي فيه الى ما نسميه احنا مساعد لظهور السرطان في الكبد، او يترسب على البروستات فيدمرها. اول نقطه. الثاني انه ممكن يترسب على البنكرياس، الحديد اذا ترسب على البنكرياس يعمل ما نسميه سكر لا حل له، يعني يدمر الكلى البنكرياس نهائيا، فيؤدي بها الى ظهور السكر. او يترسب على الجلد يعطي لون برونزي، ولذلك احنا هذا النوع نسميه احنا السكر البرونزي نتيجه للون الجلد. اذا هذا النوع نحن له على فكره طبعا له اكثر من اسم، نسميه اكسوكراين او نسميه بنكرياتيك دايبيتس، او يسمى تايب 3 تايب 3 سي. صوروا اسمه كده تايب 3 سي. اشهر الامراض قلنا اللي تفعل هذا الموضوع هما كروموتوزيس، سيستيك فيبروزيس، التهاب مزمن على البنكرياس، استئصال البنكرياس الى اخره. تشخيصه طبعا اذا كان مشكله في البنكرياس مهم معروف عن انه ممكن نشخص البنكرياس يا بالموجات الفوق صوتيه بالمنظار اللي هو التراساوند واندوسكوبي، او بالرنين، او نقيم حاله البيتا سيلز ونحن بنصلي اتباعا. تمام، هذا النوع اللي هو رقم 13 في الموضوع. او يحصل يا شباب لا مشكله ثاني، انه لا ما يكونش السبب اكسوكراينز، لا يكون السبب داخلي اندوكراين، وزي مثلا مرض كوشين ديزيز هذا يحصل مشكله في البيتري او الادرين جلاند، فيحصل مشكله في انتاج الكورتيزول تؤدي بالمريض الى الى الى, إلى السكر، او الاورام اللي تحصل زياده في زياده الجلوكوجون او سوموستاتين هذه تؤدي ايضا بزياده السكر، او يحصل مشكله في الهايبرثيروديزم. طبعا بس اريد ان اوضح انه في الهايبرثيروديزم في هذه الحالة ما يحصلش ديابيتس ملي صريح، ولكن يحصل ما نسميه جلوكوز انتيرنس. النقطة اللي بعدها التصنيف الخامس عشر نحن ما نسميه انفكشس ديابيتس، ومن أشهرهم طبعا الفيروسات الريبولا والسيتوميجالو فيروس، وحديثا الكورونا فيروس. إذا بكذا يا شباب علشان نخرج من المحاضرة ونحن حافظين التصنيفات هذه علشان ما تكون ثقيلة عليكم، احنا قديما التصنيف القديم كان تايب 1 تايب 2 وسكر فقط. والله والله يعني وصلنا 15 تصنيف واحنا مش عارفين وكله طلعنا يعني الكل منصدم عدد التصنيفات هذه يا دكتور. طيب وهي مهمه جدا، انا وبعدين اوضح لماذا هذه التصنيفات وجدت لماذا. تمام اول تمام عشان نحفظهم كده يا شباب. اول شغله اسمه نيونيتال وزن وعين والبريدوبيتيك، وقلنا ايضا بعد التايب 1 والتايب 1 قسمناه الى نوعين، تايب A يكون مناعي وتايب A B ما هوش مناعي، والتايب 2 وقلنا ما بين التايب 1 والتايب 2 تايب 1 باي 1 ونص 1 ونص وسميناه ولادة. النوع الثالث قد سميناه تايب 2 انسولين ريسيستنس، قلنا هذا عادة من الناس اوبيس او يكونون اوبيس الى اخره. التصنيف اللي بعديه سميناه احنا مودي، واللي احنا نسميه سكر المراهقين، وبعدين قلنا جينيتيك ديفكت انسولين ريسيستنس، قلنا هذا انواع كثيره جدا، وبعدين دخلنا في تايب 3 حق الالزهايمر ديزيز، وبعدين دخلنا في البارتل دايبيتس اللي هو سكر الهش، وقلنا هذا مشكلته كبيره جدا واخطره لان السكر يرتفع وينزل بشكل مخيف ويحتاج المريض لدخول المستشفى اكثر من مره قد تصل في الشهر. قلنا بعدين الدبل دايبيتس انه يكون واحد عنده تايب 1 حاصل له انسولين ريسيستنس بسبب الانسولين اللي ياخذه زياده، وبعدين اخذنا احنا سكندري او ما له علاقه بالعلاجات، وكنا مجموعه من العلاجات معروفه على اشهرها الكورتيزول، وبعدين اخذنا سكر الحمل
وقلنا سكر الحمل هذا موجود منه أكثر من 11 صنف، وهو تصنيف بحسب الكومبليكيشنز لو لاحظتم، لأنه يحدد كم عمر الإصابة بالسكر، فهو يعتمد على أنه الكومبليكيشنز الظاهرة. وبعدين أخذنا إحنا إكسوكراين، وهذا التصنيف من أشهرهم الهيموكروموتوزيس والسيستيك فيبروزيس إلى آخره. وبعدين أخذنا الإندو، وقلنا من أشهرهم الكوشن سندروم، و15 ما هو له علاقة بالفيروسات نحن نسميه روبيلا سيتوميجالو فيروس والكورونا فيروس. النوع اللي بعديه نحن ما نسميه له علاقة associated with massive hyper triglyceridemia، زيادة التريجليسرايد بشكل مخيف. هذه زيادة التريجليسرايد طبعا معروف أن التريجليسرايد الطبيعي 150، إذا زاد عند 450 يكون ريسك للهارت ديزيز، لكن إذا عدى 1500 تريجليسرايد يعمل انفلاميشن شديد على البنكرياس يؤدي بها إلى السكر. وهذا الصنف رقم 16 اللي هو السكر المرتبط بزيادة التريجليسرايد، وصنف بهذا الاسم. نوع ثالث ما له علاقة بالنون نيتروجين ريليتد دايبيتس، نحن نقول سكر مرتبط بسوء التغذية. وهذا طبعا يحصل طبعا نحن الآن مع الحروب في مناطق كثيرة في اليمن في الأف أي مكان طبعا مع سوء التغذية، ويوجد للأسف من نوعين. هذا يؤدي المريض في الأطفال إنه مستقبلا يصابوا بالتايب 2. النوع الرقم اللي بعدين نحن نسموه سيدو كاذب، يعني سيدو يورميك دايبيتس، وهذه الحالة تحصل عند الناس اللي يحصل لهم فشل كلوي تحديدا في الكورونيك. في الفشل الكلوي المزمن يحصل زيادة في الانسولين ريسيستنس ويزيد السكر، فنتيجة الانسولين ريسيستنس، فهذا نحن نسميه سيدو يورميك دايبيتس. إذا التصريف الآن وصلنا فيه 18، نختم ب 19 خلاص وصلنا، نسميه احنا كلاسيفايد دايبيتس السكر الغير مصنف، وهذه النافذة حطيتها منظمة الصحة العالمية. إذا في سكر لا ينطبق عليه المواصفات اللي كنا في 18 صفة السابقة يحط في هذه التصنيف أو في هذه القائمة إلى أن يوضع له تصنيف خاص. إذا كده يا شباب إحنا الآن تقريبا كملنا التصنيف، وأعتقد إنه الآن بكده ببساطة نقدر يعني الآن أول شغلة سكر نبدأ بالعمر، سكر حديثي الولادة نيتل يصيب الناس عند 6 أشهر، يوجد منه نوعين، نوع يعبر نوع لا يظل مع المريض، واللي يعبر ممكن يرجع له في نهاية العمر. بعدين التايب 2 بري دايبيتيك، وبعدين النقطة اللي بعد التايب 1 يصيب الأطفال، منه من نوعين يا مناعي يا غير مناعي، هذا يسمونه نوع A والثاني B. النوع الثاني تايب 2 اللي يصيب الكبار، قلنا ما بينهما ما بين التايب 2 والتايب 1، تايب 1 1.5 سمينه ولادة سكر مناعي تأخر في الظهور. قلنا أيضا في صفة أيضا مشابهة في سكر نوع ثاني بس بكر في الظهور، ولذلك سمينه سكر المراهقين، وقلنا هذا أيضا وراثي يبدو من 11 سنة. قلنا بعدين تايب 2 انسولين ريسيستنس، وبعدين أخذنا حاجة جينيتيك، وبعدين أخذنا تايب 3 حق الزهايمر، وبعدين السكر الهش، وبعدين الدبل دايبيتس ما له علاقة بالعلاجات، وسكر الحمل قلنا منه 11 سنة، بعدين الاكسوكراين والاندوكراين، ورقم 15 قلنا الانفكشن، وقلنا من امثال الريبيلو سيتوميجالو فيروس، وحديثا الكورونا. وبعدين نحن اخذنا ما له علاقه بالترايجليسرايد، هذا رقم 16 تقريبا كان. وبعدين سكر مرتبط او فعلا رقم 16، ونون نيتروجين ريليتد دايبيتس ما له علاقه ب سوء التغذيه ويوجد منه نوعين، والسيدو يورميك دايبيتس، وقلنا هذا له علاقه بالفشل الكلوي المزمن. وغالبا طبعا نحن نقسم الفشل الكلوي المزمن الى 5 مراحل، يظهر هذا غالبا في المرحله الثالثه من اللي تسبق الزراعه بمرحلتين. وقلنا اخر حاجه نافذه نحن نسميه ان كلاسيفايد دايبيتس، قلنا هذه نافذه حطيتها منظمه الصحه العالميه، الغرض منها ان اي سكر لا يطابق المواصفات اللي قلناها سابقا يحط في هذه القائمه. تمام، وهذا طبعا اي نيو تايب اوف دايبيتس يحط في هذه القائمه. اللي بعد كده طبعا وجد انه في مجموعه من السويديين في 2015 2016، وطبعا هذا احنا نعطي للناس اللي في مرحله الماجستير والدكتوراه هذا الموضوع، لكن حبيت حتى اطرح لكم للاستفاده. مجموعه من السويديين والفنلنديين معجبهم في التصنيف هذا،
فقالوا ايش يصنفوا، وانا ما حطيته كذا لانه ممكن احنا كناس نشتغل في هذا المجال ممكن نصل الى تصنيف هذا. بتشوفوا الان انه في بامكانيه اي ناس ان يفعلوا مثل هذا. هذا التصنيف صنفوه السكر، صنفوه الفنديين والسويديين، ما عجبهم في التصنيف السابق خالص، فصنفوه وعملوا معايير جديده. هذه المعايير تعتمد على الاتي: اولا انه اخذوا الايثوامينون اللي هو القاعده على راسهم، والشغله الثالثه انه شافوا العمر كمعيار، وبعدين قاسوا البودي ماس اندكس علشان اوبيس من اوبيس اللي تعرفوه انتم، وبعدين قاسوا الهيموجلوبين ان سي اللي هو طبعا افضل تيست للكومبليكيشنز حتى اللحظه ما عناش احنا معيار او جميل افضل من الهيموجلوبين ان سي الى اللحظه في الكومبليكيشنز، فاخذوا الهيموجلوبين ان سي كمعيار. وبعدين شافوا البيتا سيلز فانكشنز اللي هي الهوما بيتا، هذا اكتشفناه احنا التيست 1985. هذا نقيس فيبو كفاءة أو وظيفة البيتا سيل فانكشنز، وأو نقيس الإنسولين ريسيستنس. هذه المعايير أخذوها، وبعدين أخذوا تقريبا أكثر من 15,000 حالة وتابعوها، ودخلوها طبعا على جهاز الكمبيوتر وبهذه المعايير. بعد ما قاسوا كل هذه الاتجاهات طلعوا بالتصنيف، طبعا تصنيف إحصائي. ها تصنيف انا اشوفه الى حد ما احنا كنا نعرف عنه الكثير لكن مش بهذا الشكل، نعرف الاجمال لكن كتصنيف لا. التصنيف تصنف السكر الى الاتي بحسب السويديين، تمام، 2015 صنف السكر الى 5 مناطق، بس هذه المناطق سموها جروب. اذا خرجنا من فكره الطائف الان الى فكره الجروب، اول مجموعه سميناه سعيد اللي هي سفير اي تي اميون ديابيتيك، وهذه المجموعة اختصت بالتايب 1 واللادا، لكن المجموعة الثانية كانت سفير انسولين ديفيشنسي ديابيتيك، واللي بعده سفير انسولين ريسيستنس، واللي بعده ميلد اوبيس ريليتد ديابيتيك، واللي بعديها اللي هي اللي نسميه احنا بالميلد ايج ريليتد ديابيتيك. هنا الملاحظة الأولى كذا لما تلاحظوا يا شباب إن أول حاجة إن إحنا خرجنا من فكرة التايب إلى فكرة الجروب، أول شغلة. الشغلة الثالثة إنه التصنيف الأول اللي هو سعيد هذا إنه اختص فقط في التايب 1 واللادا، لكن التايب 2 انقسم إلى 4 مجامير. في الدخول إلى التصنيف هذا شوية كذا عميق قليل شوية، بس كفكرة أول شيء وجدنا إنه الجروب الأول اللي هو سفير أي تؤمنون ديابيتيك اللي هو سعيد، وجدنا إنه يخص التايب 1 واللادة، جميل. النقطة الثالثة إنه يكونوا صغار السن، تمام، إنه ما يحصلش كنترول صعب، إنه يحصل فقد في الأنسولين، جميل، لكن القاعدة جلوكوميك أذا تيست جلوكوميك أسيد ديكربوكسيليز يكون توكل على دكتور. أوكي، أنا الآن فكرة السويديين يا شباب وجدوا إنه التصنيف السابق ما لم يرق إليهم، فعملوا فكرة جديدة إنه يفعلوا السكر. فنقلنا إحنا من فكرة كنا الطيب للجروب، قسموا إلى جروب 1 وشرحناه إحنا، وانتقلنا إلى الجروب 2 اللي هو سفير أنسولين ديفيشنسي ديابيتس، يعني هؤلاء الناس يكون عندهم إنه سفير أنسولين ديفيشنسي، تمام، وهؤلاء إنه المجموعة يحصل لهم ضرر عجيب. يعني أول شغلة إنه الهيموجلوبين أول شيء عندهم مرتفع ويحصل لهم مشكلة في الأنسولين سيكريشن، لكن الغريب اللي موجود فيه إنه هؤلاء المجموعة يحصل لهم زيادة خطر على مستوى الريتموباتيز والنفروباتيز والنيروباتيز. ولذلك ننتبه إحنا كعيادات كأطباء إنه إذا مشينا في هذا التصنيف وقال لي مريض وصنف على أساس إنه سفير أنسولين ديفيشنسي أو جروب 2، هذا انه اتوقع انه بيحصل له مشكله على مستوى العين ريتموباتيز او نيروباتيز او على مستوى الاعصاب. ولذلك هؤلاء الناس اصحاب المجموعه الثانيه هؤلاء عيادات الريتموباتيز والنيروباتيز اكثر الدخول عليها. المجموعه اللي بعديها طبعا اعطيها مقتطبه لانه دي احنا كنا نعطيها اصحاب الدكتوراه والماجستير، انه هؤلاء الناس اللي احنا نسميه الجروب 3 سيفير انسولين ريسيستنس. الاولى كانت سيفير انسولين ديفيشنسي، هنا انسولين ريسيستنس، وهذا كنا احنا من زمان نقوله انه هؤلاء الناس غالبا يكونوا اوبيس
وسيفير انسولين ريسيستنس، لكن وجد الآتي يا بروف إنه هؤلاء الناس اللي هم أوبيس وسيفير انسولين ريسيستنس تحصل لهم مشكلة على مستوى الكدني دمج، ولذلك هذول يكونوا على حذر إنه ممكن في مراحل معينة ممكن تروح الكلى عليهم أو يحصل لهم ما يسمى بحالة الفاتي ليفر. المجموعة الرابعة وهذا مرض أوبيس ريليتد دايبيتيك، وهذا مرض سكري ناتج عن السمنة، وغالبا نقصد مرضى كانوا يعانون من زيادة وزن لكنه ما يكون عنده كومبليكيشنز. والنوع الأخير اللي هو مايلد إيج ريليتد دايبيتيك، وهذا النوع الخامس هو مرض سكري ناتج عن عوامل مرتبطة بالسن أو بالشيخوخة، وعادة هؤلاء ما تظهرش عليهم أعراض لأنه خلاص مع السن خلاص تمام فتكون خفيفة جدا. إذا أخطر ما في التصنيف هذا إنه أعطيتنا فكرتين، إن الجروب 2 والجروب 3، الجروب 2 ممكن يحصل لهم مشكلة في الأعصاب أو في العين، لكن المجموعة الثالثة تعطينا إحنا مشكلة في الكدني وفي الفاتي ليفر، وهذا مرتبطة بما قلنا الكدني والفاتي ليفر لا علاقة بالإنسولين ريسيستنس. إذا أي مريض يكون عنده إنسولين ريسيستنس أنا أتخوف مستقبلا، إذا عنده إنسولين ريسيستنس يا شباب أتخوف في المستقبل إنه ممكن يحصل له كدني دمج أو فاتي ليفر، قد يحصل له مشكلة على مستوى الكلى أو على مستوى الكبد. إذا كيف عمل أنا الآن دايجنوزس وعمل في البري دايبيتيك الآن اللي هو ما هو مهم؟ إحنا شرحنا البري دايبيتيك أول وقلنا البري دايبيتيك إن هي حالة سكرية لا تصل إلى حدود التشخيصية للسكر، وقلنا عوامل الخطورة في العمر والمزية أكثر من 40 سنة، زيادة الوزن حتى ولو كانوا أطفال، طبيعة الحياة وقلة الحركة، امرأة ولدت لبيبي بي أكثر من 4 كيلوغرامات، حاصل عندها بي سي أو سكر حمل، موجود البلاد بريشرز أو تصلب شرايين تمام، أو التريجليسرايد هذه أو التدخين، وحديثا المحلية الصناعية. كيف إحنا نعمل له تشخيص هذا؟ بالآتي، بحسب المنظمة الأمريكية إنه فاصل بلاد جلوكوز يكون ما بين 100 و125، البوست برانديال عند 140-199، الفحص المحبذ لدى معشر الأطباء الهيموجلوبين A1C إذا كان المريض هذا ما بين 5.7 و6.4 صنف المريض على أساس الهيموجلوبين A1C. الشغلة اللي بعدين ما نسميه إحنا الميتابوليك سيندروم، وهذا طبعا يحصل له انه ممكن اللي يصاب بالميتابوليك سيندروم نسبة الإصابة بالسكر تكون مضاعفة إلى 5 أضعاف. طبعا الميتابوليك سيندروم نحن نقيسه بالآتي، انه نقيس الوسط للرجال يكون أكثر من 102 سنتيمتر، في الفيميل 88 سنتيمتر وهي في حالة نوم على السرير، التريجليسرايد أكثر من 150، الHDL يكون عند الميل أقل من 40، عند الفيميل أكثر من 50، أو البلاد بريشرز أو الفاستنج بلاد جلوكوز أكثر من 100. في الميتابوليك سيندروم هذا يا شباب إذا توفر الثلاثة نقول للمريض مبروك، أنت في مرحلة البري دايبيتيك، هذه قد تكون ريسك للآتي للهارت ديزيز أو للسكر أو الذهاب أيضا إلى السمنة. ما هو الآن كذا في الجزء الثاني؟ إحنا حطنا الجزء الأول وحطنا فيه بالتصنيف، أنتم معايا ما زلتم صح؟ صحيح صحيح يا دكتور، معاكم مركزين صحيح. أوكي، الجزء الثاني من المحاضرة وأعتقد هو أهمهم تمام، وبس اعطوني اذانكم شويه، انه كيف نعمل احنا بريدكشنز تنبؤ في المجتمع، في اي مجتمع لنا كذا البريدكشنز. احنا طبعا احنا بالشكل العام خلاص بالصوره الكبيره معنا تايب 1 وتايب 2. في تايب 1 نعمل بريدكشنز الاتي، لو افترضنا هذا البيتا سيلز يا شباب وحاصل للبيتا سيلز اي تؤمن ديزيز، اي تؤمن ديزيز، فبيحصل انه نقص في حجم البيتا سيلز، بيحصل له انجري وبدأت تظهر الأيتو أمينو ماركرز اللي هو على رأسهم القادة، وبالتالي حجم البيتا سيلز ينقص. إذا زاد النقصان وزاد حالة المرض بدأت تظهر ما نسميه حالة البري دايبيتيك. إذا زاد السيل إنجري للبيتا سيلز وصلنا إلى ما نسميه السكر الصريح. هذه المرحلة نحن نسميه ستيج 1 بداية ظهور الأيتو أمينو ديزيز، وهذا نسميه ستيج 2 اللي هي مرحلة البري دايبيتيك، وهذه المرحلة نسميها ستيج 3. طبعا أكيد ما يهمنا التشخيص إننا أستاد المريض في مرحلة الستيج 1، الستيج 2 بري دايبيتيك، لكن يهمنا جدا إنه أستاد المريض في مرحلة الستيج 1. هذه المرحلة نحن نسميه نحن بفحص التنبؤي أو البريدكشنز، وهذه المرحلة تسبق ظهور الدايبيتيك بعشر سنوات، يعني ما بين السي 1 والسي 3 10 سنوات. كيف نعمل لهم بريدكشنز عبر الفحوصات الآتي؟ أول فحص
واشهرهم على الاطلاق نسميه جادا بالتمت اسيد ديتربوكسيلاز تيست، وهذا هو مور كومن في الكبار وفي الصغار. ولذلك انتم لو لاحظتم معنا من البدايه احنا لما قلنا على اللادا، الفحص اللي يفصل لي ما بين اللادا والتايب 2 على اساس انه مريض اللادا ومريض التايب 2 هو كبار عمرهم كبير الاثنين، علشان بس افرق هل هذا لادا او واحد ونص او تايب 2 باللادا. اذا بوزيتيف فهو لادا، اذا نيجاتيف فهو تايب 2. الفحص الثاني اللي هو انسولين ايتو انتيبوديز، تمام، وهذا ريسك وجميل جدا انه يقدر يقيس المريض قبل 10 سنوات من الاصابه. الفحص الثالث ايزلت سيلز انتيبوديز، وهذا ايضا ريسك فحص يقيس حاله المريض قبل الاصابه بعشر سنوات. الفحص اللي بعده احنا نسميه ايزلت روسين فوسفيت، وهذا ايضا مور كومن في تشيلدرنز. الفحص اللي بعده احنا نسميه زينك ترانسبورت 8 وبروتين تيروسين فوسفيت. هؤلاء الخمسه او سته فحوصات هي فحوصات اميون ماركرز مهمه جدا للتنبؤ بالسكر التايب 1 عند الاطفال. لكن اللي نفحصهم هو الاتي، صور انتم اذا فحصنا هؤلاء التست اذا وجدنا من 3 الى 4 فانت امام حاله شبه مؤكده ما بين 88 الى 100% من هؤلاء الاطفال سيصابوا بالتايب 1 بعد 10 سنوات. ولذلك انا اعتقد ما بقيش فحص افضل من كذا انك تقيسه بعد 10 سنوات تقول والله هؤلاء الاطفال سيصابوا بالتايب 1. ما هو محبذ ان احنا نقيس حاجتين، انه نقيس الجادة مع الاي اي 2 او نقيس الجادة مع الاي اي 2 اي والاي اي اي. هذا طبعا اجمل طريقه للقياس. طبعا اغلب المختبرات المراكز البحثيه تقيس الجادة مع الاي اي 2، وهذه الفحوصات التنبؤيه اتمنى يعني ان تكون موجوده على مستوى وطننا الكبير العربي علشان نقدر نعمل تنبؤ لدى الاطفال، وهذا تحتاج الى استراتيجيه كيف نقدر اتنبأ في مجتمعنا عشان تعكس انت العلم على المجتمع وتقدر تقي المجتمع. فكيف نعمل استراتيجيه تنبؤيه لهؤلاء الاطفال؟ وتحتاج حمله طبعا، هذا الموضوع ليس بالعمل الهين، يقول لكم الان بعد شويه احنا كيف نفعلها. اللي بعديه انه في هذا الان في التايب 1، في التايب 2 ايش اللي يحصل؟ كيف افعل تنبؤ في التايب 2؟ اول شغله اغلب الناس في هؤلاء النوع يكون اول شغله انهم اوبيس. في مرحله الاوبيس تظهر الانسولين ريزيستنس، لما تظهر الانسولين ريزيستنس يزيد السكر في الجسم، لما يزيد السكر في الجسم وفي مقاومه السكر يحفز البنكرياس على انتاج انسولين فتزيد الانسولين والسكر مرتفع. الان السكر مرتفع والانسولين مرتفع بس ما يقدرش يدخله الخلايا، السكر الموجود يعمل ايضا استشعاب للبنكرياس بانتاج انسولين جديد فينتج انسولين جديد، وندخل بحلقه مفرغه. هذه المرحله نحن نسميه بيتا سيل فانكشن تو اكس، يعني انه البنكرياس يشتغل بشكل مضاعف بعد 10 سنوات نفقد البنكرياس. طيب بعد كذا بعد هذا الشغل تبدا تظهر ما نسميه احنا الميتابوليك سندروم او البري ديابيتيك، وهذا يكون الهيموجلوبين ان سي المحفز فيها ما بين 85 و 46. في المرحله الاخيره خلاص البنكرياس راح مرحله الدايبيتيك وكل الفحوصات تختل من الفاستنج والهيموجلوبين ان سي الى اخره. هذه المرحله طبعا زي السابق نسميه ستيج 1 ستيج 2 ستيج 3 اللي هي السكري الصريح. اكيد ما يهمنا احنا انه نستعجل المرضى في مرحله الاسي 1. اللي يحصل يا شباب الاتي، كيف اعمل بريدكشن في هذا الموضوع؟ وارجو شاكرا كذا التنبه لي شويه جدا في هذا الموضوع الكبير اللي هو بناخذ فيه اعتقد ثلث الان الوقت. اول شغله ما يمكن ان نفعله في البريدكشنز في التايب 2 مرحله ما نسميه نحن الانسولين ريزيستنس. طبعا هنا انا حاولت اضغط لكم المحاضرتين في واحده. يعني اول شغله ممكن يسال واحد ما هو الانسولين؟ طبعا هذا هرمون ينتج من البنكرياس، وظيفته طبعا غير الشغلات المألوفة انه فقط يخفض السكر، له علاقه طبعا بعمليه الايض والاستقلاب. الشغله الثانيه يا شباب انه هذا الهرمون له دور في انتاج هرمون داخل خصوصا عند النساء في حاله البي سي او، يجعل النساء تنتج تستوستيرون وبروجسترون بشكل مختل. له دور في بناء الخلايا لانه الانسولين
في الحالة البنائية قد يكون مؤشر على السرطانات، سرطان الثدي والبروستات والبنكرياس، وهذه واحدة من اللي تعبرها وظيفة أو لا. الشغلة الثالثة له علاقة النمو في داخل الأجنة أو في الأرحام في بطون الأمهات، لأنه له تركيبة تشبه مستقبلات الجروث هرمون. طبعا غير الوظيفة المشهورة اللي هي ينقص في السكر، هذه أولا. لكن من حيث التعريف ما هو الإنسولين ريسيستنس؟ الإنسولين ريسيستنس من حيث التعريف هي زيادة من الإنسولين دون أثر، يعني زيادة عامل بيولوجي دون أثر خالص. هذا ما نحن نسميه أو يتعرف عليه بمرحلة الإنسولين ريسيستنس. نحن نقسم الإنسولين ريسيستنس إلى نوعين. إنه أول شغلة إنه ممكن تكون عند الناس العاديين، يعني ناس أوبيس ممكن يحصل على إنسولين ريسيستنس، ولا احيانا ما تكونش عند الناس العاديين، تكون عند مرضى السكر. اذا نحن نقسم الانسولين ريسيستنس الى مرحلتين، مرحله عند ناس ليسوا مرضى، والمرحله الثانيه عند الناس المرضى. عند الناس المرضى نقسمها الاتي: واحد تايب 1، خلاص هو تايب 1 ياخذ انسولين، فاذا اخذ اكثر من واحده لكل كيلوغرام بردي، يعني وزنه 50 ومضطر ياخذ 50 وحده باليوم بحسب وزنه، هذا نحن نسميه مودريت او ميلد انسولين ريسيستنس، يعني مقاومه للانسولين بسيطه، لانه يفترض ياخذ اقل من وحده. لا، في بعض الناس تايب 2 تايب 1 ياخذ وحدتين لكل كيلو جرام بير دي، نحن نسميه سيفير انسولين ريسيستنس، وهذا طبعا معالجته صعبه جدا، شويه بس نصلي كيف نعالجها، معالجتها صعبه كثير. إذا الإنسولين ريسيستنس نقسمه عند الناس العاديين وعند الناس المرضى. عند الناس المرضى إذا هو يأخذ وحدة بحسب الوحدة لكل 1 كيلو جرام بردي نسميه مودريت، لكن إذا يأخذ وحدتين نحن بحسب وحدتين لكل كيلو جرام بردي نسميه سيفير إنسولين ريسيستنس. طيب الآن المهم جدا 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 الأسباب، ما الذي يجعل المريض العادي، مش المرضى، خلاص المرضى سبناهم بالسكر، نرجع للمجموعة العادية الناس اللي هم مش مرضى، ما الذي يجعل الناس عندهم انسولين ريسيستنس؟ طبعا الأسباب كثيرة جدا، لكن إذا أتمنى يكون معكم قلم ورقة كده كنقاط. أول أشهر هذه الأسباب، طبعا الموضوع السبب الرئيسي طبعا هو وراثي، واحد من الأسباب. وإحنا قلنا في حاجة اسمه تايب A انسولين ريسيستنس وتايب بي انسولين ريسيستنس. هذا التايب بي انسولين ريسيستنس انه يكون فيه مضادات في الجسم ضد الانسولين، هذا طبعا السبب الاول الوراثي، ما له علاقه بالوراثه، خلاص ما لناش يد فيه وما لناش قدره عليه. النقطه الثانيه انه ممكن يكون السمنه. الشغله الثالثه انه يكون في بي سي او، اللي هو البي سي او التكيس المبيضي، ولنا ثلاث محاضرات في البي سي او انا اقدمها. الشغلة الثالث قلة الحركة، نحن الآن في عصر صناعي نعتمد كثيرا على ما فيش حركة تقريبا خالص، أو يكون في نظام الطعام الصحي مختل، زيادة الملح، زيادة الدهون المشبعة، الأكلات السريعة، هذه السبب الرابع أو الخامس. السبب اللي بعده التقدم في العمر، وبعد كذا الأدوية، وفي الأدوية في كثير على رأسهم الكورتيزول. في بعض الحالات النادرة جدا اللي هو مثلا التشحم الكبدي الغير كحولي، اللي هو نان الكحوليك فاتي ليفر ديزيز، التشحم الكبدي الغير كحولي، هذا يعمل طبعا هناك علاقة شديدة جدا بواقع 100% شباب، 100% علاقة ما بين الانسولين ريسيستنس والتشحم الكبدي. يعني إذا كان في مريض أوبيس ومعه كرشة شوية، هذا سيذهب إلى تشحم كبدي، والتشحم الكبدي معروف أنه مرحلة تسبق تليف الكبد، والتليف طبعا يسبق مرحلة التشمم، وهذه حالة خطيرة جدا أنه يصل إلى هذه المرحلة. في أمراض معينة اللي هي أول شغلة أنه نقص التستوستيرون عند الذكور ممكن تعمل انسولين ريسيستنس. قلنا نحن من ضمن العلاجات علاجات نفسية، أيضا مضاف لهذا تصوروا زراعة الأعضاء، وايضا الحاله الغريبه جدا اللي ممكن تعمل انسولين ما نسميه احنا مشاكل النوم، اضطراب النوم، اللي هي النوم ما بعد الساعه 10 ليلا، هذه تعمل انسولين ريسيستنس. النقطه الثالثه احنا ما نسميه انسداد النفس، في ناس احيانا يكون اوبيس رقبته كبيره اثناء النوم طبعا يحصل له انسداد او شخير او كذا، هذه تؤدي في الى انسولين ريسيستنس.
هذه كلها اسباب الانسولين ريسيستنس. اذا لنم احنا الاسباب الانسولين ريسيستنس بان عرفنا الانسولين ريسيستنس هي زياده من الانسولين او من العامل البيولوجي دي ناثر. وقلنا ان الاسباب يا وراثيه وهذه الصور غالبا تكون بواقع 50% اسباب او استعداد وراثي. وهذا طبعا الصور انتم موجود في شرق اسيا في الهند في امريكا عند العرب ايضا. اثنين زياده الوزن هذه مسؤوله عن 25%. قله الحركه والرياضه مسؤوله عن 25%. بقية الأسباب اللي هي نقص التستوستيرون عند الذكور، الكورتيزول، العلاجات النفسية، زراعة الأعضاء، التدخين، مشاكل النوم، مشاكل انسداد التنفس أثناء النوم، هذه من الشغلات النادرة. يضاف إليهم مرحلة الميتابوليك سندروم احنا شرحناها قبل، قلنا أن الضغط ونقص الـ HDL وزيادة التريجليسرايدز تمام، ومرحلة البري ديابيتيك وزيادة السمنة الوسطية اللي هي محيط الخصر. إذا توفر ثلاثة إحنا كنا في الـ في في الـ في الميتابوليك سندروم، فهذا المريض سيتجه إلى السكر أو سيتجه إلى أمراض القلب أو التشحم الكبدي. هذا بالنسبة لمين؟ بالنسبة لأسباب الأنسولين ريسيستنس. نجي للأعراض. كيف نعرف إحنا مرحلة الأعراض؟ لأنه الآن إحنا في مرحلة بريدكشنز. طبعاً لا يوجد فحص. طبعاً قبل التشخيص أنا عفواً أتكلم عن الأعراض. أولاً قد يجي مرحلة الأنسولين ريسيستنس بدون أعراض. ممكن واحد يجيش كذا 10 سنوات بدون أعراض. بشكل عام ليس هناك أعراض للأنسولين ريسيستنس إن كثير من الحالات. النقطة الثانية ممكن يحصل سمنة. النقطة الخطيئة الواضحة جداً إحنا ما نسميه مرض الشواك الأسود والنيجرونز. وهذه المرحلة اللي هي مثل شاهدها بعضكم إنه في منطقة سوداء تكون خلف الرقبة أو ما بين الإبطين تحت الثديين بين الفخذين خاصة عند النساء، يسمى مرض الشواك الأسود. أو يحصل زوائد لحمية حول العين في الرقبة ما بين الإبطين، زوائد لحمية هذه أيضا من علامات الأنسولين ريسيستنس تمام. أو يحصل أحيانا يضاف له الضغط أو الدهون. وفي حالات نادرة جدا من علامات الانسولين ريسيستنس سرطان، وعلى رأسهم سرطان المعدة. أو يحصل تكيس مبيضي. وطبعا في التكيس المبيضي معروف انه يحصل عدم انتظام بالدورة، ظهور شعر في المرأة حول الدقن أو في المناطق العشرة المعروفة، وهذه نتركها لمحاضرات البي سي او اللي هي المناطق العشرة في ظهور الشعر المشهورة. أو يحصل سرطان في البروستات والثدي أو تصلب شرايين. إذا هذه أعراض الأنسولين ريسيستنس. إذا كذا نلم الموضوع. أولا عرفنا الأنسولين ريسيستنس بأن الأنسولين ريسيستنس هي زيادة من الأنسولين دون أثر. قلنا إنه الأسباب أسباب وراثية جينيتيك، وعلى أشهرهم الطيب A أنسولين ريسيستنس والطيب B أنسولين ريسيستنس. السبب الثالث BCO، السمنة، قلة الحركة، النظام الصحي اللي هو الملح وغيره، التقدم في العمر، الأدوية. وقلنا ايضا احيانا بعض الناس او الذكور نقص التستوستيرونز عندهم، العلاجات النفسيه، زراعه الاعضاء، مشاكل النوم، انسداد التنفس. وقلنا ايضا اضافه الى مظاهر الميتابوليك سيندرومز، هذه قلنا الاسباب. وقلنا في الاعراض انه سمنه زائده، شواك الاسود، زوائد لحميه، بلاد بريشرز، دهون. وقلنا في حالات نادره قد تظهر مراحل السرطان على رأسها المعدة والبي سي او وسرطان البروستات والثدي. جميل، هذا بالنسبة لمن؟ للأعراض. المضاعفات، ايش اللي يحصل لشخص حصل له انسولين ريسيستنس؟ اول حاجة ممكن يحصل له سكري بعد 10 سنوات، ممكن يحصل له ميتابوليك سندروم، والميتابوليك سندروم تؤدي الى السكر او زيادة الوزن او مرض قلبي. ممكن يحصل لهذا المريض سمنة، ممكن يحصل له انفلاماتوري ميديتورز وتحصل السي ار بي حقه يرتفع، او يحصل له مشاكل اوعيه دمويه على العين على الكلى. وقلنا احنا اذا حصل مشكله زي كذا ان تحصل نوعين في الاوعيه الدمويه، على الشرايين الكبيره يحصل تصلب شرايين، وبالتالي البيض هذا قد يموت اذا هو مهمل قبل 50 سنه، واذا كان حصل على الشرايين الصغيره يحصل مايكرو انجوباتي. طيب الآن ما هو مهم جدا جدا كيف نفحص؟ تمام؟ طبعا الفحص الأدق نحن نسموه بيو جليسيميك انسولين كلامبينج تكنولوجي.
طبعا اسم غريب عليكم، لكن هذا طريقة الآتي. أنا آسف ما أعرفش على شريحة، لأنه نعطي محاضرتي مكتوبة، أنا أكتب على السبورة على فكرة، يعني أنا مع الباور بوينت شوية يعني. فهذا الفحص يسمى أيو يشمك أنسولين كلامبينج تكنولوجي. هذا نعطي المريض أنسولين بالوريد، ننقطه أنسولين بتنقيط عالي، وبنفس الوقت نعطيه السكر تمام بكميات مختلفة، وبعدين نشوف كمية الأنسولين، كمية الأنسولين اللي نقصها السكر، ففي علاقة بينهم، نقص منقص إلى آخره. طبعا هذه الطريقة غير عملية أنك تعطي الواحد أنسولين وكذا، فلذلك هذه العملية رغم أن الجولد ستاندرد لكن ما تعمل. الفحص المحبب لدى معشر الأطباء اللي هو الهوما آي آر، الهوما آي آر، وهذا إحنا نقيس السكر والأنسولين، ولها طبعا معادلة. هو الهوما آي آر طبعا ليس تيست، هو معادلة ها، لكن إحنا نقيس صح، نقيس الجلوكوز ونضربه في الأنسولين ونقسمه على 22 ونص، الهوما آي آر معادلة، نقيس السكر صائم ونضربه في الأنسولين صائم ونقسم على 22 ونص، اللي تعطينا بالمعايير الدولية الحديثة من مليمول بالليتر. فإذا كان أقل من واحد فالمريض هذا أوكي، إذا عنده حساسية أنسولين هذا مثالي. إذا كان زائد عن واحد ونص ففي هناك مشكلة، أو نحن نسميه مقاومة أنسولين. أنسولين الفحص اللي بعديه، الفحص اللي بعديه يسموه كولكي، كولكي تمام، كولكي، كولكي. هذا الفحص طبعا إذا هو أقل من 339 من 1000 فعند المريض هذا انسولين ريسيستنس. اذا لدينا ثلاث فحوصات للانسولين ريسيستنس يا شباب. اول شغله انجليسيميك انسولين كلامبينج تكنولوجي، قلنا هذه لا تعطى او لا تؤخذ. الفحص الثاني احنا اللي هو جولد ستاندرد اللي هو الهوما اي ار، واحنا نقيس السكر والانسولين نضربهم في بعض نقسمهم على 22 على 5 وكيوكي، وهذا اذا كان اقل من او بوينت او 339 من 1000 فعند المريض هذا مشكلة تمام. طبعا احنا نضيف جنب القياسات هذه، طبعا اذا هو خلاص اصيب بالسكر نقيس الهيموجلوبين أونسي، نقيس الدهون، وظائف الكلى، وظائف الكبد، نقيس الميكرو البيومينوريا اللي هو الفحص المهم جدا 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 تمام. هذه بالنسبة للانسولين ريسيستنس. اذا الان يا شباب كذا الانسولين ريسيستنس جوك علاماته الشواك الاسود، زوائد لحمية، أو الظاهرة الغريبة داون فنومنا، وهذا تحتاج إلى محاضرة لحالة، أنا معي محاضرة لحالها في داون فنومنا اللي هي نسميه ظاهرة الليل أو ظاهرة الفجر. وهذه حالة تصيب الناس إنه يكون السكر عندهم في المساء طبيعي، رغم أنه مش آكل أخذ علاجه صح، يكون فحصه في الليل طبيعي، لكن في حالة الفاستنج يرتفع جدا يشوط إلى أعلى، وبعد البوست برونديال يقل. إذا في حالة المساء طبيعي رغم أنه آكل مش آكل وأخذ علاجه، في الصباح فاستنج يفترض انه يكون ناقص، لا تحصله مرتفع، وبعد البسط برونديال يعاود الارتفاع. هذه الظاهره احنا نسميها ظاهره الفجر او ظاهره الليل داون فينومينا او بي سي او اور اوبيزيتي تمام. التشخيص حقها قلنا انه نشخصها بالهوما اي ار. طريقه العلاج الان، اول شغله انا علشان اعكس الانسولين ريزيستنس طبيعي انه اغير نمط الحياه لايف ستايلز. الشغلة الثانية إنه أنقص من الوزن. ثلاثة إنه أزيد النشاط physical activity. أنقص من الملح، هذا مهم جدا. الهيلثي دايت اللي هو الهيلثي دايت نحن معنا مجموعتين، أول ما هي هاي جليسيميك إندكس، في أطعمة نسميه هاي جليسيميك إندكس، مستوى السكر عندي عالي زي العيش الأبيض والملح والكيك والبطيخ والبلح إلى آخره، هذا نسميه إحنا هاي جليسيميك إندكس نوقفها. المجموعة الثانية اللي هي low or moderate glycemic index اللي هي الحبوب والتفاح والخضروات المكسرات الأسماك البروتينات بعض البروتينات، هذه أيضا في حالة الأنسولين ريسيستنس افترض أن احنا نكثر من low glycemic index ونقلل من high glycemic index. إذا العلاج من جديد تغيير نمط الحياة، تنقيص الوزن، النشاط البدني يزيد، تنقيص الملح، والهيلثي دايت اللي هو الاكل، ونحن قلنا هذا مجموعتين الهاي اندكس واللو اندكس. النقطه الثانيه انه نبتعد عن التدخين الكحولات، والنقطه الاهم جدا اللي هي لها علاقه بما نسميه احنا الايبيجينيتكس ما قبل
الإبيجينيتكس اللي هي جودة النوم. وجودة النوم إنه واحد ينام قبل الساعة 10 ليلا، تمام؟ هذه بالنسبة للعلاج. أحيانا ما تنفعش هذا الموضوع، نحتاج إلى تدخل علاجي. العلاج الأمثل في هذه النقطة اللي هو العلاج السحري الميتوفورنوز. والميتوفورنوز أيضا يحتاج إلى محاضرة، لكن على السريع هو علاج مساعد للسكري، نعطيه بأمان إنه يخفض مستوى السكر، يخفض للوزن، علاج مفيد جدا كخط أول في التكيسات المبيضية. ما فيش يعني الشيء الثاني ما عندهش ما يعمل سايد إفكت إلا في المرحلة الخامس في الفشل الكلوي المزمن، تمام؟ هذه شغل الميتوفورنز. احيانا ايضا يكون هذا المريض زي ما قلنا اول يكون عنده انسولين ريسيستنس من التايب بي انسولين ريسيستنس، هذه جينيتكس، وهذا علاج صعبه جدا. نحن نحتاج علشان نعالجه هذا بشغلتين. اول شغله نعطي له كورتيكويدز اللي هو كورتيزول، ونحاول ننقص المناعه، تمام؟ هذه الشغلتين الاساسيتين في التايب بي انسولين ريسيستنس، تمام؟ احيانا هذو الناس يحتاجوا الى انه احيانا نعطيهم اكثر من 100 وحده من الانسولين، ففي طريقه او علاج نازل جديد كذا نسميه كونسنتريتد انسولينز، هو محلول كذا كونسنتريتد علشان نقلل استخدام الانسولين. اذا نرجع من جديد يا جماعه، نحن الان في البريدكشنز. في البريدكشنز كنا في التايب 1 والبريدكشن في التايب 2. في البريدكشن في التايب 1 نعتمد على الايتو اميون تيست اللي هو الجاتا والتيروسين فوسفيت الى اخره الخمسه. في البريدكشن في التايب 2 الانسولين ريسيستنس، قلنا الانسولين ريسيستنس عرفناه وقلنا اسبابه وقلنا الاعراض وقلنا الفحص حقه اللي هو الهوم اي ار، وقلنا العلاج حقه اللي تغيير نمط الحياه والمتابعه والفيزيكال اكتيفيتي والهيلث دايت الى اخره، والتدخين والكحولات وجوده النوم الى اخره. إذا عجزنا نستخدم الميتوفورمين. إذا كانت حالة وراثية زي التايب بي انسولين ريسيستنس نعطي كورتيزول مع علاج تنقيس للمناعة. طبعا هذا بالنسبة للانسولين ريسيستنس. هذا طبعا جانب سريري. طبعا الآن أنا أجي لي مريض أقيس بالانسولين ريسيستنس، ممكن أشوف له الزوائد اللحمية، النجرونز اللي هي الشوات الأسود، هذه مرحلة موضوع سريري. لكن على المستوى اللاب معي حاجتين مهمتين جدا أرجو التنبه لهم كثيرا، لأنه هذا يهمكم أنتم أيضا. أول شغلة إنه معي 5 أمينو أسيدز. هذا من الأمينو أسيدز على رأسهم الليسين والايزوليسين والفيلين والفينايل انيلين والتيروسين. انا ما ادريش انكم معايا ولا قد راح الخط. معك دكتور معك. خلاص اوكي خلاص قربنا ان شاء الله. في الفايف امينو اسيدز معنا الليسين والفيلين والايزوليسين والفينايل انيلين والتيروسين. اذا فحصنا 3 من الامينو اسيدز هذو وجدت مريض وكان عنده 3 من الأمينو أسيدز من الخمسة هذو، 3 منهم بوزيتيف مرتفعين، فأنت مبروك أمام حالة ستصاب بالسكر من النوع الثاني بعد 10 سنوات. إذا الفحص الأول نقلنا الإنسولين ريسيستنس، أي واحد عنده إنسولين ريسيستنس مبروك بعد 10 سنوات سيصاب بالسكر. إذا كان معمليا مخبريا نقيس 5 أمينو أسيدز، هذا من 5 أمينو أسيدز، إذا كان في 3 منهم بوزيتيف أو مرتفعين عفوا، فأنت أمام حالة سكر بعد 10 سنوات بشكل 88%. هؤلاء الأمينو أسيد الليسين والأيزوليسين والفيلين والفيلين ألمين والتيروسين. وأهم فحص على الإطلاق اللي هو نستهل فيه الجزء الأخير من المحاضرة، وهذا أيضا يحتاج إلى تنبه شوية شباب، اللي هو الأديبونكتين اللي هو عنوان المحاضرة الأساسية، وهذا يظهر كيف إن السكر المباشر بهذا الفحص، كيف قدرنا نعرف إن السكر مباشرة يعمل سرطان مباشر في الثدي والرحم عند النساء. الأديبونكتين هذا هرمون ينتج من الأنسجة الدهنية، وينتج من المشيمة أثناء الحمل، وينتج أيضا الآن أثبت أنه ينتج من الخلايا العضلية والمخططة والغير مخططة، يعني من العضلات ومن عضلة القلب. هذا الفحص اكتشف سنة 1995، يعني هذا الفحص جديد عاد ويافع صغير، يعني ما هوش قديم، ولذلك الأبحاث فيه إلى الآن ما زالت، وإن كان فيه قفزات كبيرة اللي بقول لكم عليها الآن.
الأديبونكتين هذا يافع زي ما قلنا، وجد إنه هذا الفحص في حالة نقصه في حالة الأديبونكتين نستطيع أن نصطاد فيه أو فحص تنبؤي لعدة أمراض. أولهم على الإطلاق يا شباب مرحلة الديابيتس مليتس وسكر الحمل. إذا وجدنا الأديبونكتين ناقص والله مبروك يا سيدي الفاضل، ستصاب بالسكر بعد 10 سنوات إذا كان، أو إذا كان امرأة ممكن تصاب بسكر حمل. الفحص التنبؤي الثاني ممكن يقيسنا احنا حاجه ما نسميه نون الكوهوليك فاتي ليفر اللي هو ديزيز، قلنا اللي هو التشحم الكبدي الغير كحولي. صوروا ويصطاد الاتي انه ممكن المريض هذا اذا عنده اديبونكتينز ممكن يصيب يعني نتنبأ فيه في القلب. والله اذا كان الاديبونكتينز ايضا ناقص مبروك، اذا كان رجل او امراه ستصاب بالاوبيسيتي بالسمنه بعد 10 سنوات، او ستصاب اذا كانت امراه بالبي سي او التكيس المبيضي، أو الأخطر على الإطلاق اللي هو الجزء الآخر من المحاضرة اللي هو إحنا نسميه female specific carcinomatosis مولدات السرطانات. أعوذ الله إن شاء الله يشفي الجميع ويبعد عن الجميع شبح السرطانات. هذا الأديبونكتينز اللي هو الأساس للجزء الثاني وجدنا الآتي يا شباب. إذا التنبؤ نحن الآن نتنبأ بثلاث شغلات. أول شغلة بالإنسولين ريسيستنس، واعتقد شرحناه وان شاء الله تكون الفكره وصلت من الاعراض من التشخيص الى اخره. النقطه الثانيه ان احنا نقيس 3 امينو اسيدز من 5، اذا طلعوا بوزيتيف فهذا المريض سيصاب بالسكر بعد 5 سنوات، او نقيس الاديبونكتينز، وقلنا الاديبونكتينز فحص او هرمون اكتشف قبل او سنه 1995 يعني فحص يافع جديد. ووجدنا في بولات يا شباب انه ممكن يقيس سكر الحمل والسكر، ممكن يتنبأ بالأوبيسيتي بأمراض القلب وبالتكيسات المنبطية وبالسرطان. نبدأ كذا. إيه المطلوب الآن؟ أيوة المطلوب الآن، أنا الآن في مرحلة التنبؤ قبل ما أدخل في الكورس حق السرطان أو الجزء الأخير من المحاضرة. هل أستطيع إحنا كأنتم تشكون تفكروا معي، هل نستطيع أن نعمل تنبؤ لأطفال أي دولة مثلا بالتايب 1 والتايب 2 في التايب 1، أو أعمل تنبؤ في التايب 2؟ طبعا هذه الاستراتيجية تعتمد على الآتي. أولا هي تعتمد على كل دولة وتكييفاتها. إذا كان في التايب 1 طبعا أنا كيف أختار الأطفال؟ يعني أجي أقيس أفعل الفحوصات هذه مثل القادة والآي سي اي اي ولآخره، وقد تكون مكلفة. هل أستطيع أن أنا أقيس عند الأطفال كلهم؟ أنا مناية والله أتمنى أنه مثلا القادة على الأقل يكون يقاس مع الناس اللي الأطفال أثناء التلقيح، تمام؟ وهذا طبعا ستبقي المجتمعات كثيرة من التايبان، أتمنى هذا. لكن إحنا كاستراتيجية أول شيء نستهدف مين بالضبط؟ نستهدف الناس الأسر اللي هي سيئة السمعة بالسكر، يعني مثلا أبو أم كان عندهم رغم نوش مناعي إنه عندهم أي تؤمنون معهم تايبان نستهدفهم. ناس عندهم أي تؤمنون ديزيز، في أحد الأسرة عندهم سيلياس ديزيز أي تؤمنون في الكبد، نستهدف الأطفال هؤلاء. هذا بالنسبة للطيب 1. لكن في التايب 2 احنا نستهدف صوره تقريبا كل المدخنين، يعني كل الناس تقريبا اللي زائد الاوبيسيتي حقهم، زائد الاسر اللي هي سيئه السمعه بالسكر بالتايب 2، هذا مستهدفين لان نعمل لهم بريدكشنز في التايب 2. وطبعا الاستراتيجيه تحتاج الى مال، وتحتاج الى انه دراسه، وتحتاج الى انه يعني لجان لهذا الموضوع او حملات. طبعا اي دوله تقدر تصل لهذا الجانب جميل، واتمنى طبعا انكم انتم في دولكم انه هذا تكون يعني صوب اعينكم، لانه هذا جزء من رسالات بالاخير المخبري او الطبيب بالاخير مهمته هو رساله كيف يقدر يصل بالمجتمع ويقيه، وهذا امر اساسي لانه نحن بالاخير رساله. الان ندخل في الجزء الاخير اللي هو diabetic and risk of uterus cancer. كيف السكر مباشره يعمل سرطان للرحم؟ وجد الآتي إنه النساء الحوامل اللي هم سكر عندهم لما يزيد مستوى السكر مستوى الانسولين ريزيستنس يزيد او ينقص حاجه اسمها انسولين جروث فاكتورز. انا طبعا ما بفصلش في قضيه الاكشن بشكل كبير، لكن اجمالا اول شيء انه الانسولين ريزيستنس يزيد، الليفل بالانسولين جروث فاكتور ينقص، ينقص معه الاديبونكتين. والاديبونكتين وجد كذا وجد انه عامل مباشر لسرطان الرحم، وهذه اول علاقه في الموضوع. النقطه الثانيه، اذا كانت المراه هذه الاوبيس
تمام، هو حصل نقص في الأديبون 2 فعامل بس طبعاً الأديبون 2 إحنا نقول فحص هرمون الحديث، وأتمنى إنه الآن شوية تابعة نقول لكم ما هي الأبحاث التي ممكن إحنا نشتغل فيها في أوطاننا العربي. إذا صادف إن المرأة كانت أوبيس وحصل نقص في الأديبون 2 فزيادة الريسك لسرطان الرحم تزيد بستة أضعاف. النقطة الثانية إذا كانت لو فيزيكال اكتيفيتي ما فيش نشاط رياضي فتزيد النسبة بثلاثة أضعاف. هذا ما يهم طبعا جانب من السكر وتأثيره على أنه ينقص الانسولين جروث فاكتور 1 وبالتالي ينقص الليفر أوف الأديبونكتينز، هذا عامل للسرطان. لكن جانب آخر طبعا ما يهم نحشي في المحاضرة هذه بس نضمن ضمنا أنه زيادة أيضا الانسولينيميا لما يحصل زيادة يحصل انكريز في الليفر في الفري الاستروجين، هذا طبعا مهم جدا او ريسك معروف ان الاستروجين ريسك لسرطان الرحم. فصور انتم ايضا زياده الانسولين ايضا ترفع من الاستروجين خصوصا اثناء فتره ما بعد سن الياس. طبعا هذه لفظه غير محببه طبعا سن الياس كذا لفظه ما هيش، لكن طبعا احنا نقول بعد انقطاع الطمث لانه ينقص البروجسترون اللي يعمل جمح او توقيف للاستروجينز. فمع نقص البروجسترونز وزياده الاستروجينز بسبب زياده الانسولينز هذا طبعا الاستروجينز يؤدي بالخلايا الى الخلايا السرطانيه. الان كذا بالرسم كذا نشوف كيف يحدث السرطان. طبعا تشوفوا على اقصى الشاشه تايب 2 باقصى اليمين سرطان الرحم. اول خط اللي يمكن يحدث فيه السرطان هو الاتي، انه زياده الانسولين يؤدي إلى نقص في الجروث فاكتور 1 فيؤدي بالسرطان، وهذا عامل مسرطن. الخط الثاني اللي هو كرونيك انفلاميشنز يحصل مع زيادة الكرونيك انفلاميشنز الدائمة مع السكر المصاحبة لسنوات طويلة تؤدي به إلى السرطان الرحم. طبعا هذا ينطبق أيضا على الثدي يا شباب. النقطة الثالثة اللي هي معروفة اللي هو الأوبسيتي زيادة الوزن، ونحن قلنا زيادة الوزن كذا سبب رئيسي. طبعا معروف انه من كل 8 نساء سمينات تقريبا اذا ما خطتنيش الذاكره انا البحث بقري طبعا بفتره من كل 8 سنوات سمينات واحده منهم تذهب الى الكانسر في الرحم او في الثدي. الخط اللي يهمنا احنا وهو موضوعنا ايضا اللي هو زياده الانسولينيميا تؤدي الى الادبونكتينز والادبونكتينز راسك لسرطان الرحم. وفي نفس الوقت الأديبونكتين نحن متفقين على أساس إنه بريدكشنز للتايب 2، ولذلك الأمر واضح جدا إن التايب 2 يؤدي إلى السرطان الرحم والثدي بثلاث أو بأربع طرق. أولا إنه زيادة الأنسولين يؤدي إلى نقص الأنسولين جروث فاكتورز، الأنسولين جروث فاكتورز يؤدي إلى السرطان. النقطة الثانية إنه الكرونيك إنفلاميشنز يؤدي إلى السرطان. النقطة الثالثة أو السهم الثالث إنه الأوبيسيتي، ورابعا إنه السكر وزيادة الأنسولينيميا تؤدي إلى نقص الأديبونكتينز والأديبونكتينز هو ريسك للسرطان. ولذلك طبعا هذا يحصل قبل 10 سنوات فتصوروا نقدر الصوت قطع لو ترجع تعيده ثاني يا دكتور. أعيد على طول. حاضر من هنا. أيوة. طيب أوكي. إحنا كنا متفقين إنه بالنسبة للديابيتيك وريسك أو تأثيره المباشر على إحداث السرطان، إن أول شغلة إذا كانت المرأة هذه عندها سكر اللي يحصل عنده إن زيادة الأنسولين تؤدي إلى نقص في حاجة اسمه أنسولين جروث فاكتور 1 وهذا ينقص الأديبونكتينز أو الأنسولين جروث فاكتور سواء ريسك للسرطان. اثنين إنه اللو ليفل أوف الأديبونكتينز هو بحد ذاته مثبوت الآن على أن أساس إنه ريسك لسرطان الرحم والثدي. هذا الخط الأول. الثاني إنه لو كانت هذه المرأة أوبيس وفي نقص في الأديبونكتينز فإن نسبة أو الريسك لحدوث السرطان تحصل بستة أضعاف. إذا كان هذه المرأة عندها سكر وناق الفيزيكال اكتيفيتي ناقص فنسبة حدوث السرطان تحصل بنسبة ثلاثة أضعاف. والنقطة اللي بعده إنه الخط الثاني إنه زيادة الأنسولين تعمل على زيادة الفري استروجينز، والاستروجينز هذا خصوصا بعد فترة العفو نخليها انقطاع الطمث بعد سن 50 البروجسترون تعرف أنتم يعمل تثبيط للاستروجينز، لكن ما بعد الفترة هذه يقل البروجسترون فالاستروجينز يزيد بشكل زيادة، وهو أصلا الاستروجينز هو عامل مسرطن في الرحم وفي الثدي. النقطة الثالثة إذا شفتم أنتم على اليسار تايب 2
اليمين وفي أقصى عفوا على اليسار وفي أقصى اليمين اللي هو سرطان الثدي. كيف يحصل هذا؟ أولا إنه الخط الأول إنه زيادة الأنسولين تؤدي إلى نقص الأنسولين جروث فاكتورز وهذا عامل مسرطن. اثنين النقطة الثانية إنه الكرونيك إنفلاميشن تؤدي بالنتيجة للفترة الطويلة للأنسولين وحدوث كرونيك إنفلاميشن تؤدي بإحداث سرطان طبعاً إحصائيين والبسيتي معروف ثمانية إحصائياً تقريباً امرأة سنين تصاب بسرطان الرحم الثدي. الخط كنا الأساسي اللي حقوا له جزء المحاضرة الأساسي إنه التايب 2 وزيادة الأنسولين ريسيستنس تؤدي بنقص للأديبونكتين والأديبونكتين هو ريسك لسرطان الرحم. وإحنا متفقين إنه أيضا إنه الأديبونكتين هو بريدكشنز للتايب 2 قبل 10 سنوات. وبالتالي يا شباب تصوروا إنه نحن الآن في النساء في معشر النساء قسنا لهم الأديبونكتين. معنى الكلام هذا أنا أستطيع أن أتنبأ بسرطان الرحم أو الثدي قبل 10 سنوات مع السكر. وبالتالي نحن الآن يعتبر فحص طبعا لم يظهر الآن كأيش يقولوا توصيات دولية ولا أخره أو في الدساتير الطبية الآن، لكن الآن الموجود اللي بيصل لكم قريبا أعتقد خلال السنوات القادمة في هذا الاتجاه. ولذلك أنا أوصي بالآتي. أولا قبل أن نوصي الآن نحن اللي حصل الآتي إنه اللي ممكن تتوقعوه إن الأمراض المتوقعة عند النساء في الأورام مع نقص الأديبونكتين الآتي. أول شغلة إنه في الجانب الأيسر إنه واحدة أوبيس ممكن يحصل له سرطان الثدي وسرطان الرحم. الآن هذا مع نقص الأديبونكتين. الآن يعني ممكن يقول قائل هل لو صلحنا وضع أو رفعنا من زيادة الأديبونكتين ممكن يكون علاج؟ تصوروا الآن التجارب على حيوانات ما تقرأ طبعاً الأبحاث في بواعدة جداً إن زيادة الهاي أديبونكتين كانت وكأنها علاج يستخدمونه كعلاج في سرطانات الثدي والرحم عند في سرطانات الرحم عند الحيوانات. طبعاً هذه لم تنقل التجارب إلى الشكل البشري. ولذلك الناس أنا اللي عنده الآن اللي يسمعونا أو يشتغلوا في هذا الجانب في أبحاث في الماجستير والدكتوراة هذه من الأشياء الحديثة الموجودة. وأعتقد إنه جزء من مهمية المؤتمرات والملتقات العلمية إنه الناس كيف نبحث عن الجديد وما هو الجديد المرتبط في المجتمعات بحيث إنه نقي مجتمعاتنا بهذا الشكل أو بآخر. وهذا أسام يمكن نعمل هنا بلوك أو علاج للأديبونكتين. لذلك هو الآتي في نقص الأديبونكتين هايبو أديبونكتينيميا ما هو مربوط إنه الآن الميتابوليك سندروم وضحناها، الإنسولين ريسيستنس وضحناها، الديابيتس مليتس والإبوتس معاي أنتم والنون الكهوليك فاتي ليفر ديزيز. لا معك بس دكتور بدي أسألك، هو المعلومات اليوم كمية ضخمة جدا 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 يعني سمعني يعني إذا حابب لأن الزملاء بيقولوا لي خلينا نحضر المعلومات هذه قبل ما ندخل في الجديد. فإذا حابب نكمل في المحاضرة القادمة تكون محاضرة 4 ساعات نناقش أول ساعتين نناقش فيها اللي أخذناه وندخل في الجديد، إيش رأيك؟ أوكي خلاص الآن بس خلاص أوقف هنا أريد بس أقوم الموضوع يا شباب الصوت بيقطع يا دكتور، الصوت بيقطع عندك. أوكي الآن تسمعني؟ الآن سامع. نعم الموضوع فقط نعم الموضوع. إحنا الآن موضوع المحاضرة حقنا كان هو الآتي إنه التصنيف الحديث للسكر وقضية التنبؤ والسرطان. يعني المحاضرة أول شيء إحنا كنا في التصنيف قلنا التصنيف الآتي بعد التعريف فقط أنا أنوم المعلومة لكم عشان نروح. أول شيء إنه تصنيف قديم تصنيف حديث. أوكي التصنيف الحديث كنا إحنا نعتمد. دكتور الصوت بيقطع، عدل المايك عندك لأنه الصوت بيعلى وبوطى فجأة. خلاص أوكي الآن كذا تمام. تمام بس لما تتكلم حيوطى فجأة بعدين يعلى تاني. اتكلم مشوف. لا انت سكرت المايك ولا دكتور؟
دكتور وليد ما فيش صوت، افتح المايك او الظاهر الكهرباء قطعت عنده، الظاهر الكهرباء قطعت. خلينا اسكر التسجيل، استنوا اسكر التسجيل. انه في سكر معطوش طيب وين ولا طيب، انه الناس تعرف فقط انه في حاجه نورمال وهذا نوعين، وفي بريد وفي طيب وين. الان المحاضره كلها دكتور ما زالت المشكلة سارية، إنه في تقطيع شديد في الصوت، الصوت بيعلى وبيوطى. ما زالت توكل على دكتور. أتوكل على. طيب إحنا قلنا صنفنا السكر الآتي. الآتي أول شيء إنه في التصنيف الحديث اللي يهم إنه في حاجة اسمها نيونيتال. نيونيتال قسمناه إلى نوعين، نوع يمر أو يعبر ترانسليت، ونوع ثاني لا يبقى مع المريض. وقلنا النوع الثاني سمينه بري دايبيتيك، والنوع الثالث سمينه تايب 1. تايب 1 قسمناه إلى نوعين، وبعدين اللادا، وبعدين التايب 2 انسولين ريسيستنس، وبعدين المودي، وبعدين جينيتيك ديفكت انسولين اكشن، والتايب 3 الزهايمر، وبعدين البارتل، والدبل دايبيتيس، والسكر المرتبط بالعلاجات، وسكر الحمل، وقلنا أنواع 11 صنف، والإكسو، وقلنا هذا أنواع لا تنتهي، والإندو كذلك، وما له علاقة بالإنفكشنز اللي هو الريبيلا وسيتوميجال فيروس والكورونا، وقلنا بعدين ما له علاقة بزيادة التريجليسرايدز، وقلنا بعدين المال نيتروشن ديبيتس قسمناه إلى نوعين، وأخيرا قلنا السيدو يوريميك ديبيتس هذا له علاقة بالفشل الكلوي المزمن، وبعدين قلنا اخيرا اللي هو انكلاسفايد اللي وضعته منظمه الصحه العالميه النافذه، وقلنا بعدين في تصنيف حق السويديين والفنلنديين اللي هو 1985 2015، وقسموا الى خمسه. وقلنا استفدنا من هذا التصنيف انه هل المريض هذا بيذهب الى فشل كلوي او مشكله في الكبد او في الكلى او في العيون. هذا الجزء الاول. الجزء الثاني احنا اخذنا البريدكشن، قلنا في بريدكشن في التايب 1 وفي بريدكشن في التايب 2. قلنا في البريدكشن في التايب 1 انه عبر الايتو اميون ماركرز على راسهم القياده ممكن نتنبأ للمريض في التايب 1 ان يحصل له ديزيز قبل 10 سنوات او ديبيتي. التنبؤ الثاني في التايب 2، والتايب 2 قلنا احنا تنبأنا بشغلتين، يا سريريا عبر الانسولين ريسيستنس هذا واحد، او معمليا في المعامل عبر الأمينو أسيس اللي هم قلنا احنا الخمسة، الليسين والأيزوليسين والبيلين والفيلين ألينين. لو قسمنا ثلاثة يطلع إذا طلعوا بوزيتيف معناته أن المريض هذا يصاب بالسكر، أو عبر الأديبونكتين. قلنا الأديبونكتين هذا فحص حديث ويافع، وخطورته أنه يستدلي أكثر من خمسة أمراض في وقت واحد اللي هو القلب والتشحم الكبدي والبي سي او وزياده الوزن والسكر. هذا الجزء اللي وقفنا فيه، والجزء الثاني في السرطانات توقفنا. الان الاسئله لكم يا سيدي الفاضل. الو يا دكتور وليد. دكتور وليد انا معك. خلاص سامعني كويس دكتور؟ انا سامعك كويس. اي استفسار؟ حياك الله دكتور. دكتور يعني أول حاجة أنا بشكرك بشدة على هذه المحاضرة الطيبة الصراحة اللي فتحت لنا يعني مفاهيم واسعة عن السكر من أول محاضرة يعني، وصراحة هي محاضرة صدفتنا بينت إنه إحنا كنا في حاجات كتير جدا 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 مش فاهمينها. يعني لا أجد وصفا لك إلا كما قال الشاعر: رأيت العلم صاحبه كريم وعقله عقل باقرة العظام، وليس يزال يرفعه إلى أن يعظم أمره القوم الكرام، ويتبعونه في كل حال كراعي الضأن تتبعه السوام، فلولا العلم ما ساعدت رجال ولا عرف الحلال من الحرام. يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: علماء هذه الأمة رجلان، رجل آتاه الله علما فبذله للناس ولم يأخذ عليه طمعا ولم يشتري به ثمنا، فذلك تستغفر له حيتان البحر ودواب البر والطير في جوف السماء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك كل ما تقدم وما تأخر بإعطائك لهذا العلم. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي للعلماء: إنما وضعت فيكم علمي وحلمي يوم القيامة. الرسول أخبر أن الله يقول للعلماء: إنما وضعت فيكم علمي وحلمي لأغفر لكم اليوم. وأنت دكتور ما شاء الله من أهل العلم المشهود لهم يعني، والكل يشهد لك بذلك. فجزاك الله خير الجزاء على هذه المحاضرة الطيبة، ونسأل الله نستفيد أكثر في المحاضرة القادمة، وبعد الدورة هذه نأخذ دورات أخرى كمان.
بالنسبة بالنسبة للأسئلة الأسئلة لأنه الإخوان بدهم يراجعوا المحاضرة لأنه فعليا يعني معلومات ضخمة جدا جديدة تمر عليهم فبدهم يراجعوا المحاضرة فالمحاضرة القادمة إحنا حنبدأها بأسئلة ومناقشة أسئلة ومناقشة مفتوحة بعد ما تخلص الأسئلة والمناقشة المفتوحة في المحاضرة هذه ندخل في المحاضرة نكمل في المحاضرة المحاضرة القادمة بتحب تكون يوم إيش؟ والله الآن خليها للظرف لأسباب كثيرة لكن أولا يا أخي أنا أشكرك كثير وأشكر الجميع الحضور وأتمنى أنه يعني نقدر قدرنا نقدم شيء تمام وأنا ما يهمنا أنه نخطوق عند الناس الخيال وكثير من الإلهام أنا أشكر البروفيسور الخياط والدكتورة حاكمة من الإمام وأتمنى كثير جداً 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 إنه نقدر نقدم شيء لبلدنا اليمن وفلسطين والعالم العربي يا أخي تمام دكتور أنت بتحب يكون في الأسبوع محاضرتين ولا ثلاثة كيف أنت بترتاح والله شوف أنا لحد الآن طبعاً أنا دخلت في معافل طبعاً على صعيد التجربة فهمت عليا فإلى الآن أنا طبعاً طريقة إلقائي للمحاضرات الكتابية أنا ما أعملش كثير في موضوع أنه أنا الكتابة طريقة تقليدية جزء من الطريقة التقليدية الكتابة عبر كذا أنا طبعاً كثير لأنه أشوف أنه في ارتباط الطلاب بشكل كثير لكن أنا أكتب الجزء أنا حاولت أضغط أمور لكن أحتاج هو أيضاً الأسماء هذا ما يكفينا من الطلاب أو الحاضرين عفواً إذا أحب يعني عرف سلك المادة دكتور الصوت بيقطع دكتور الصوت بيقطع عندك الصوت بيقطع أوكي الآن 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 أنا أيوة الآن واضح الآن أنا أتمنى طبعاً إنه يكفينا إنه من الحضور إنه إذا قدروا يحفظوا إنه ما عندهمش السكر طيب 1 طيب 2 إذا نتكلم على 19 صنف أساسي تحتهم أكثر من 40 صنف أو 50 فرعي هذه الأسماء لها طبعاً لها أهمية الأمور ما تعطاش عبطاً أنا في نهاية المحاضرة ننبئ يعني نعطي صورة ليش كانت هذه الأمور ليش الناس والعلماء عطوا بهذا الشكل ليش صنفوا هذه التصنيفات وكذا لو فقط يعني ومن أراد أن يستزيد طبعا الأسماء يقدر يدخل يزيد من المعارفة وكذا هذا النقطة الثالثة شاكر لك زي ما قلت شاكر للدكتورة سلوى الخياط الدكتورة حكيمة من اليمن الجميع أتمنى طبعا نكون قدمت ناشط الوطني الكبير اليمن وفلسطين وطن دكتور أنا سؤالي الآن المحاضرة القادمة بتحب تكون يوم السبت ولا الأحد؟ اترك لي فقط وقت انا بس ارتبها يا سيدي الفاضل نحن بتواصل انا معكم في المجموعه اتمنى انه طبعا تدريش انا هل ما تستفاد يعني انا حابب انه مثلا تكون محاضراتك في نفس اليوم اللي فيها محاضره الدكتور السلوى يعني محاضره الدكتور السلوى بتكون يوم سبت واحد واربعاء الساعه 10 فاذا احنا حطينا محاضراتك سبت واحد واربعاء الساعه 7 للساعه 10 بنخلصها وبندخل محاضره الدكتور السلوى مباشره ايش رايك ما أدريش هل الحضور يقدروا يعني لما تكون في محاضرات كبيرة كذا يقدروا يتابعوها أو ما أكيد دكتور أكيد يعني في عندك مثلا برك الدم الدكتور أحمد طبش اللي كان قبل شوي بس هو اعتذر عشانه مريض حناخد محاضرة من يوم الاثنين برك الدم من الساعة 6 للساعة 12 ونص بالليل يعني 6 ساعات متواصلة ما شاء الله يا أخي أنا لا دكتور ما تسأل عن الحضور لأنه اللي جاي بده يتعلم مش جاي إنه بده بس إنه يحضر كأنه في حضور غياب لا جاي فعليا بده يتعلم ما شاء الله كلهم دكاترة ومتخصصين فجايين فعلا بده يتعلم يفضل لا أنا مقصودش هذا أنا مقصود إنه الآن لما تفرغتم جميع الطلاب من الساعة 7 للساعة 11 ما فيش ناس يقدروا أولا المعارف وصلنا لما تكون ما شاء الله عليكم المحاضرة وكأن الطالب والشخص الصوت متقطع جدا والله ما أدري إيش فعل يا أخي بالصوت الآن ما أدري كيف الآن كذا كويس لا ما أدري
برضو متقطع. انا قال دكتور انت ما عليك الشباب والبنات ما عندهم مشكله في الحضور، انت المهم يكون وقتك انت مرتاح. يعني بتحب يكون نفس ايام الدكتوره سلوى الخياط؟ اوكي انا دكتور احمد الدكتور وليد هو يقصد انه انا افضل يعني انه ما عنديش انا مشكله، بس خليني انا اتواصل معك على غدا او مع الدكتوره سلوى ونرجع نحدد الموعد. تمام تحت امرك تحت امرك. ايوه دكتوره سلوى في اي انا ما سمعتكم يعني نفس يعني دكتور وليد لانه مرتبط بعمل مرتبط احيانا الواحد يرتبط بارتباطات فورية. لا لا دكتوره الامر أيوة. الامر عشان تعرفي انت بتعرفي نظامنا انه الدكتور احنا بنحدد معه موعد مبدئي، صار معه ظرف عادي بنأجل جدا، يعني ما في اي مشكله، المهم يكون الدكتور مرتاح. انت عارفه النظام هذا؟ صحيح يعني المهم يكون الدكتور فعليا مرتاح، يعني يكون براحته انه يعطي براحته، ما يكون عنده ضغط عمل، ما يكون عنده امور اخرى خارجيه. لا احنا بنحدد موعد بدائي يوم السبت، صار معاه شغل، صار معاه اجتماع، صار معاه كذا، بنأجله ما فيش مشكله. اوكي ماشي. احنا بعطينا بس في المحاضره هذا الجزء الاخير شوفوا ايش الوقت اللي يناسب. تمام الدوره كم تقريبا محاضرات او اكثر؟ شوف الان انت شفت كميه حجم المعلومات اللي اعطيت الان صح؟ صحيح وسعداء طيب. جدا بالمعلومات طيب صراحه. يعني احنا تكلمنا تقريبا عن 19 صنف، تكلمت عن 4 5 او 9 او 8 او اكثر من النص بالتفصيل. تمام يعني كم تقريبا كم محاضره ممكن يكون في باقي الدوره؟ قول لا لا انت لو انت مركز هذه تقريبا 4 محاضرات ضغطت في محاضره واحده. انا احاول ان اكثف الامور، نعطي فرصه للناس ايضا يقراوا ويشوفوا ويتابعوا كمان. باقي فقط الان ساعه فقط في الجزء الاخير. تمام تبقى محاضره ساعتين دكتور سلوى انت سمعتي الصوت؟ لا بيقطع نفس الشيء بيقطع معي ما اسمع بيقطع. الدكتوره تسمعونا الان؟ انتم كذا تسمعونا؟ تسمعونا الان؟ تمام يا دكتور. الان تمام. ايوه انا قلت الان ايوه المحاضرات اللي الى الان احنا الجزء اللي اعطيناه هذا الان لو تشوف انتم مكثف احنا تكلمت عن تقريبا 10 انواع من السكر بالتفصيل. تمام هذا واحد. هذه ضغطت وكان طبعا انا اعطيها هذه بثلاث اربع محاضرات ضغطناها الان عشان الناس ايضا يتابعون ويكون خفيفي ظل. اثنين باقي ساعه فقط في هذا الجزء وباقي تقريبا 4 ساعات في الجزء الاخير اللي هو معنا احنا الدايبيتيك كوما وفي معنا حاجه اسمها في الجلوكوز جوريا والهيموجلوبين ام سي. براحتك دكتور احنا بدناش اشرح براحتك وبالتفصيل يا دكتور براحتك وبالتفصيل يعني عم بقولك انهم كلهم جايين بدهم انا بالعكس انا راحتي من الناس يعني نوصل لاكبر قدر ممكن نقدم معلومه يقدروا الناس يفهموا مننا بس يعني هذا راحتي يعني. الله يبارك دكتور الله يبارك فيك يا دكتور. طبعا الزملاء الكرام انا اليوم مش هاخذ حضور غياب. ليش؟ عشان اول محاضره وانتم شايفين صار في تقطيع فحيتم نشر المحاضره الان حيتم انزالها على اليوتيوب. بلغوا زملائكم اللي ما حضروش المحاضره هذه انهم يستدركوا يحضروا المحاضره هذه ويدخلوا معنا في المحاضره الجايه عشان المحاضره الجايه حبدا اخذ حضور غياب. يعني احب لاخيك ما تحب لنفسك بلغوا زملائكم انشروا المحاضرات هذه بلغوهم انه اخذنا اول دوره اعطوهم رابط اليوتيوب اللي حنشركم اياه في الجروب اعطوهم اياه يحضروا المحاضره ويتابعوا معنا المحاضره الجايه عشان ناخذ حضور غياب ان شاء الله. دكتور سلوى في لك كلمه حابه تقوليها؟ ايوه باذن الله. انا عندي كان بعض الاستفسارات العامه للدكتور وليد. طيب يا دكتور وليد صراحه انا بشكرك على كميه المعلومات اللي اعطيتها صراحه كميات هائله. بالنسبه لي حتى انا في محاضرات البيولوجيا الجزيئيه بعطيهم يعني اذا كان محاضرتين مع بعض اشوفها كويس. يعني ما شاء الله انت جايب اربع محاضرات مره واحده يعني كميه المعلومات كانت كبيره جدا.
فأنا برأيي أن تكون محاضرتين بحيث أنهم يستوعبوها، هم الموجودين في الجروب الآن هم بيذاكروا المحاضرات يعني بيراجعوها، فشايفة كمية المعلومات فيها كبيرة جدا، فلما تكون مثلا محاضرتين أفضل الاستيعاب. هذا رأيي يعني. طيب. الآن 4 محاضرات على كلامك، فأربع محاضرات تعتبر كثيرة. طيب هل ممكن أعلق بس لو سمحتوا؟ أتفضل يا دكتور. أكيد. أوكي. أنا أعتمد وضع أعتقد أنه حتى ممكن الزملاء والبقية أعتمد على المحاضرات والإعطاء المحاضرات على 3 معايير. أول شغلة أنه التكثيف تمام، وتبسيط المعلوم لغة سهلة كذا توسط للمتخصص وغير المتخصص، كثير هذه المعلومات يقدر المتخصص يفهمها وغير المتخصص، يعني تسهيل وتبسيط العلوم مع تكثيف المعلومة فقط نوصل للمعلومة دون النتوج حقها يعني. ونعتمد على المعيارين هذول، ولذلك هذا المعيارين كميات هائلة جدا في حتى في ساعتين في ساعة في الآخر يعني. ما أدري سمعت. طب يا دكتور وليد تمام، عندي كان بعض الاستفسارات العامة. الآن الفحوصات هذه مثلا فحوصات التنبؤ مثلا الجادة 65 هذه معمول بها بالدول العربية ولا لا؟ بالنسبة للجادة طبعا معمول وفي بروتوكول في الجادة موجود وليس هي موجود، كل هذه الفحوصات موجودة متعارف في بها ونازل في بروتوكولات ومنازل في أشياء كثيرة. هو الحاجة الوحيدة اللي احنا بس ما كملناش الجزء الثاني انه الأدوية المبتلة بعد الصغير هذا نزل بروتوكول في أجزاء أخرى لم ينزل، ولذلك أنا حبيت انه في هذا علشان الناس يتعول الناس جميعا انه الناس اللي يشو لو كنا كملنا لا علاقة طبعا في أمراض النساء وفي الحمل في الإسقاطات في أشياء كثيرة، وهذا ممكن أبحث كثيرة جدا ويستفيد علميا يعني. هو الغرض أيضا أنا حبيت إنه ترى أيضا إنه الناس إيش يقدروا يفعلوا، إيش الجديد اللي لهم، كيف يقدروا يربطوا في المجتمع يستفيدوا. لأننا زي بالبداية ما أدري شو حضرتهم الكلام إلى إنه العربي ما ذاتي بيقطع الصوت يا دكتور وليد الصوت. الآن الآن كذا أيوة تمام كذا تسمع أوكي أيوة. إحنا قلنا إنه مهمات المؤتمرات ومهمات المحاضرات العلمية هذه، أنا أشوف إنه جزء منه إنه تعمل حلوهم وتعمل إلهام للناس إيش يشتغلوا فيها، مش ضروري إنه واحد يقدم أشياء خاصة قديمة موجودة في كمناهج، أيضا نعطي فرصة لأسمه جديد ما هو أيضا احتياجات المجتمع بحيث ينزلوا يشتغلوا في أبحاث. فالأديب ونكتن لا هو الآن اشتغلوا عليه، لكن الجادة موجود 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 حتى دكتورة موجود في اليمن تمام، لكن ما قدرناش إحنا نوصل إلى أن نعمل بروتوكول بروتوكول تنبؤ للأطفال، هل نستطيع كمجتمع يمني أن ندخل ونرسلها فيها أيوة فهمت يا دكتور. طيب أي دكتور مثلا غدد صماء هنا موجود في يعني في الدول العربية وفي صنعاء، يعني مثلا لما يجيب مريض في المؤشرات لظهور السكر يعمل كم الفحوصات اللي ذكرتها؟ للأسف الشديد إحنا الآن مدريش قد يكون معنا حاضرين أطباء، للأسف الشديد احنا لم نصل الى يعني الاطباء خصوصا احنا انا عندي مشكله في اليمن انه الاطباء اول ما يتخرج طبعا بينه وبين متجر كبير جدا، فانا اشد جدا خلاص كل ما يفعل انه سكر صائم وربع ساعتين والهيموغلوبين وقفنا، لكن تصوري انت مثلا مهم جدا 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 انه طفل يجيلك يجب ان تشخصي هل هو طيبان ولا مودي، لأن استراتيجية العلاج تختلف تماما. نحن تكلمنا في هذا إنه الطبيب راح يتعالج لكن الطبيب يتعالج أحيانا بشيء، فأنت ليش تعطي له أنسولين وتعطي له علاج وهو ما يحتاجوش، وهذا يحتاج فحص جيني
فهذا مش موجود. وبالتالي أيضا وعي الناس، أنا للأسف الشديد هذه المحاضرة قد يكون الناس حاضرين معنا من الزملاء من الإمام، أنا قد أعطيتها أكثر من مرة للأسف الشديد، أنا أقول كثير من الناس، لذلك أنا أحاول، أنا عندي رسالة أحب أن أوصلها للناس، إنه كثير من الأطباء يصدموا إنه في حاجة اسمه مودي، وفي حاجة إنه بارتل ديبيتس، وفي بارتلان بسكر الحمل 10-11 صنف، في بالضبط المرأة موقعة من هذا التصنيف، في بالطيب طيب 1 نوعين، في حاجة اسمه لادا، في حاجة إلى آخره. أنا صراحة أشوف كثير من الأطباء أنا وكذا في مشكلة جاب تحتاج إلى أنه إحنا كنا اقترحنا إحنا في المختبر المركزي، وأتمنى هذا ما أدري شو قد يساعدنا الزملاء في الدول الأخرى، إنه إحنا نعمل مندوب علمي. هذا المندوب العلمي مهمته إنه يوعي الدكاترة فيما هو حديث وهكذا، أو نعمل ورشات عمل مستمرة، لكن هذه تحتاج إلى دول وتحتاج إلى مال وتحتاج كذا، ونحن في وضع طبعا في وضع حرب وكذا. الله يعينه، الله يصلح حال جميع الدول العربية، هي مشكلة تعم الدول العربية كلها. ما أدري إيش قدر نحن نوصل إلى أشباع رغبتي في الإجابة أو لا، لكن الموضوع فعلا أنا الآن لما يجي لي مريض، طيب أين بالضبط؟ هل هو طيب 1؟ هل هو في الطيب 1؟ هل هو أي تؤمن؟ بيقطع يا دكتورة الآن، بس ما أدري كذا تمام دكتورة؟ دكتور يمكن يقولنا يمكن تقول إيش؟ والله قد فعلت كل الوسائل الآن أعتقد كذا تمام صح؟ كويس يا دكتور، أيوة نعم طيب. كويس. طيب الآن هذه المشكلة الأساسية، طبعا هذا التصنيف للأمانة ها، والتصنيف هو كان في المنظمة العالمية، هذا هو كان 7 وسبعة ها دكتورة تسمعينا؟ أيوة معك أيوة 7 والصور التي تعال أنا وصلت إلى 19 فهمتي؟ لأنه يدمجوا بعض الأشياء مع بعض، فأنا فصلت يحتاج إلى قراءة كثيرة، يحتاج إلى توعية، يحتاج إلى أعمال، يحتاج إلى أو معشر مستقر، وكيف تصل أنت العقل الطبيب وتصل الحق بالله المعلومات، تحتاج إلى آلية، الآلية واحدة منها الورش، الثاني مندوب علمي إلى آخره. إذا في خصوصا الشغلة الثالثة الموضوع أنا الصوت متقطع جدا 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 جدا، خلينا اجل المره الجايه خلينا نكمل المحاضره قد يمكن يصير في تعديل البرنامج او غيره. اوكي تمام، ما ادري ايش اوكي تسمعنا ما ادري ايش دكتور، بس ارسل لي بالله الملف عشان الزملاء يراجعوا المحاضره، ارسل لي على الواتس يعني الملف البي دي اف على طول. حاضر ما عليك مشكله على طول. السلام عليكم. شكرا جزيلا. السلام عليكم. السلام عليكم مبارك.